This conference will now be recorded. طيب ما فيش حد عنده أسئلة عن ايزو 45001 من امبارح؟ خلاص خلينا نبتدي نتكلم عن الاوديت دلوقتي. يعني احنا سامعك. السلام الاوديت، عليكم، انت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. دايما يا رب دايما. بقول لحضرتك، انت كنت بتقول امبارح ان انا هنزل المادة العلمية على الجروب، وبعد كده يعني ان شاء الله عشان الناس اللي تمتحن. حضرتك نزلتها ولا لسه؟ اعتقد لسه. هي موجودة على الجروب من الأول، وبشمهندس أحمد سمير شيرها مرة تانية. تمام باشمهندس، شكرا لحضرتك، جزاكم عايزين الله خير. نشاركها مرة كمان؟ مفيش مشكلة. العفو خلاص العفو. هنتواصل عليها النهارده ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله خير. بإذن الله. جزاكم طيب الله خير. خلينا وياك. بالنسبة للأوديت، احنا في عندنا انت علاقتك بالاوديت هتكون 3 اتجاهات. يا اما انت انترنال اوديتور، انت مراجع داخلي في شركه فانت بتعمل انترنال اوديت على شركتك، يا اما انت اكسترنال اوديتور، انت جاي من شركه من بره تعمل اوديت على شركه، او انت شخص في شركه بيتعمل عليك اوديت. انت علاقتك بالاوديت حاجه من الثلاثه دول. لو انت اوديتور عموما سواء انترنال او اكسترنال، انت يا اما ليد اوديتور يا اما تيم ممبر. السلام عليكم، فاللي احنا هنقوله ده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا استاذ؟ حضرتك بقالك قد ايه بادئ؟ اتفضل. الله يخليك. لا احنا لسه بادين، لسه ما دخلناش في المادة نفسها. احنا كنا طيب بنسأل لو ماشي. في حد عنده اسئلة عن امبارح. لا توكل على الله، اتفضل اتفضل. طيب نعيد تاني. علاقتك بالاوديت حاجة من 3، انت يا اما انترنال اوديتور مراجع داخلي من بتعمل اوديت على شركتك، يا اما انت اكسترنال اوديتور جاي من سيرتيفيكيشن بادي او من شركة طرف ثالث ثيرد بارتي تعمل اوديت على شركة، يا اما انت شخص في شركة بيتعمل عليك اوديت. فدي علاقتك بالاوديت هتكون حاجة من 3. لو انت اوديتور سواء اكسترنال او انترنال، فانت يا اما ليد اوديتور، انت اللي بتقود فريق الاوديت، يا اما انت تيم ممبر، انت مجرد عضو واحد من الفريق اللي بيعمل الاوديت، بس انت مش انت اللي بتقود الفريق ده. مش معنى ان انت مش انت اللي بتقود الفريق ان مش انت اللي بتحط البلان ومش انت اللي بتحط الخطة ولا التشيك ليست. تمام؟ وجهة النظر بتاعة الاوديتور بتختلف حسب مكانه من الاوديت. يعني لو انت الانترنال اوديتور فانت بتعمل الاوديت اولا علشان انت عايز تحسن الشركة. احنا طبعا لما بنطبق الايزو، فكرة ان انت بتطبق الايزو مش بتطبق الايزو علشان تبقى عندك الشهادة، المفروض ان انت بتطبق الايزو علشان تحسين الشركة، مش عشان مجرد يبقى عندك شهاده. المفروض يعني في شركات بتبقى بتاخد الايزو بس لمجرد ان هو يبقى عندهم، ولكن الاصل ان انت عايز تستفيد من الايزو يبقى ان انت بتطبقه علشان الشركه عندك تستفيد بالتحسين المستمر اللي في الايزو. طيب لو انت بتعمل انترنال اوديت للشركه عندك، في حاجات مهمه تبص عليها. اولا ان غالبا لما بنعمل انترنال اوديت السكوب بيتغير، يعني طريقه الاوديت في الاكسترنال اوديتس بتبقى ان انت بتعمل الاوديت سامبلينج، بتاخد عينات عشوائيه، بتاخد عينه 2 3 من كل بند بحيث ان انت تشوف الدنيا ماشيه ازاي. لو انت انترنال اوديتور انت بتعمل اوديت على شركتك عشان تعمل تحسين، فانت غالبا شخص من جوه الشركه، فغالبا انت اصلا عارف المشاكل فين او عندك فكره فين هي المشاكل. فموضوع السامبلينج هيختلف، ان العينات اللي انت هتاخدها غالبا هتختلف كتير. اولا انت هتاخد عينات من الحتت اللي انت متوقع فيها المشاكل، تاخد عينات من الاماكن اللي كان فيها مشاكل قبل كده،
وكتير قوي العينات عندنا بتبقى تقريبا من غير عينات خالص، انت تقريبا بتأودت كل البيانات اللي موجودة، علشان انت كمان بتجهز الشركة للاكسترنال اوديت، وانت ما تضمنش السامبل اللي انت هتاخده هو نفس السامبل اللي هياخده الاكسترنال اوديتور. تمام، يلا هنبتدي دلوقتي في الايزول 19011، ده اصدار سنة 2018، Guidelines for Auditing Management System. معلش يا باشمهندس بعد اذن حضرتك، هو بالنسبه اللي بيعمل اوديت، فضلك الله، الاوديت ده بيكون انا اللي بخليه يتحرك يمشي ازاي، ولا هو اصلا بيبقى نازل كده، نازل على حاجات معينه، او يبقى هو نازل كده بيمشي براحته اللي بيعمل عليه اوديت مثلا؟ انت دلوقتي انت شركه، انت اوديتي، حد جاي يعمل عليك اوديت، مظبوط كده؟ تمام. الاوديت المفروض الاوديت او الليد اوديتور، الشخص اللي هيجي يعمل عليك الاوديت، قائد الفريق بيشارك معاك الاوديت بلان، خطه الاوديت. الاوديت زي اي بروجكت بيتعمل بيبقى له خطه، معمول له بلان. هيجي هو بيسالك من الاول انت ايه الاقسام اللي عندك، بيحدد لك احنا في اليوم الفلاني هنعمل اوديت على القسم الفلاني والفلاني من الساعه كذا للساعه كذا، من الساعه كذا راحه. يعني ده من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عليها في الايزو 19011. بس المفروض ان انت كاوديتي لو لما بيجي لك الاوديت بلان بتبلغه، لا احنا اليوم ده مش هينفع معانا تعمل اوديت على الديبارتمنت الفلاني، علشان هيبقى عندهم شغل في حته معينه. فممكن يعني الاوديت بلان قبل ما الناس تيجي فليكسيبل، المفروض بعد الاوبننج ميتنج خلاص الاوديت بلان فيكسد على الكل. يعني لو عندك تغييرات على الاوديت بلان المفروض تعملها قبل ما الاوديت يبتدي. تمام كده؟ طيب فكرة عامة كده، ايه هو الايزو 18000 ال 19011؟ هو ستاندرد بيحط جايد لاينز او مقاييس ازاي تعمل اوديت على المانجمنت سيستم. تمام، محتوياته جايدنس او ارشادات على ازاي تدير الاوديت بروجرام، والبرنسبلز اوف اوديتنج، ايه هي مبادئ الاوديت، وطريقه تقييم الاشخاص المسؤولين على واداره برنامج الاوديت او خطه الاوديت. الايزو 19011 اصدار 2018 بيدي معلومات مهمه قوي ازاي تطور البرنامج الاوديت، وازاي زي ما هي في اقسام في الـ اقسام الشركه متوقع انها تتطور، اداره الاوديت المفروض تتطور. زي ما قلت احنا دلوقتي بنتكلم سواء انترنال او اكسترنال، فانت اداره الاوديت، اداره الجوده في الشركه اللي هتعمل الاوديت دي او ايا كان الاداره انت هتسميها ايه، طريقتها في الاوديت لازم تفضل تتطور كمان، هي كمان مطلوب منها continuous improvement. واحده من اهم نقط او اهم اهداف الايزو 19011 ان الاوديت لازم يكون ماشي مع اهداف السيستم اللي موجود عندك، اهداف وسياسات السيستم اللي انت بتعمل عليه الاوديت، لازم يكون الاوديت ماشي في نفس الاتجاه. واحده من النقط اللي تطورت في الايزو 19011 عن النسخه القديمه، نسخه 2011، ركزوا اكتر على اهميه ان انت اثناء الاوديت بتركز على اهميه الاوديت ده للبيزنس نفسه. فانت الاول كنت بتعمل اوديت على الستاندرد نفسه، مجرد هل هم بيطبقوا الستاندرد ولا لا. دلوقتي انت بتعمل الاوديت على الستاندرد، وفي نفس الوقت هل هو
تطبيقهم للستاندرد ده حاجة متماشية مع أهداف البيزنس بتاعهم، وهتحافظ على استمرارية البيزنس ده ولا لأ. ده بيشمل أنواع المخاطر اللي حوالين البيزنس اللي موجود ده اللي أنت بتعمل عليه الأوديت. ال 19011 ده لمين؟ مين اللي يقدر يستخدمه؟ لو انت الشركة بتاعتك او المنظمة اللي انت بتشتغل فيها بتعمل اي internal او external audits لاي نوع من انواع المانجمنت سيستم، او انت بتدير الاوديتس، فده الاوديت الاوديت جايد لاينز ال 19011 وهو adapted by ANSI، فهو كمان بالنسبة للنظام الامريكاني هو بقى ده اللي معتمد. في ستاندردز كتير امريكا لما بتاخدها بتعدل فيها. 19011 ده من الستاندردز اللي امريكا لما خدته اعتمدته زي ما هو، ما غيرتش فيه حاجه. ف 19011 بيتطبق زي ما هو على اي حد بيعمل اوديت او بيدير اوديتس او بيقيم الاوديتس. مع معلومة كده هنا دي اللي أنا بتكلم عليها، إن أمريكا لما خدت الـ ISO 19011 ما عدلتش فيه حاجة. إيه الحاجات اللي بيحققها الـ ISO 19011؟ زي ما أنتم شايفين ISO 19011 بيدي إرشادات لخطوة بخطوة من الأوديت أو تنظيم الأوديت نفسه. فأول حاجة defining program objectives، إزاي تحدد أهداف البروجرام ده، الأودت اللي أنت هتعمله ده أهدافه إيه، تأكيد على إن أنت قادر تفهم الأوبجيكتيفز أو الأهداف اللي أنت بتحاول تحققها بالأودت ده، إن أنت هتعمل إزاي ترتيبات الأودت، بيحدد مسؤوليات وأدوار الناس اللي هتشتغل في الأوديت ده، مين هيعمل أوديت على إيه من إمتى لإمتى، بيحدد عدد ونطاق ومواقع ومدة الأوديت، بيحدد إيه هي الكريتيريا اللي أنت هتستخدمها في الأوديت ده، إيه هي وحدة القياس أو طريقة التقييم اللي انت هتستعملها في الاوديت، وايه هي التشيك ليست او التشيك ليست اللي هتستخدمها في الاوديت، استابليشينج ريفيو بروسيجرز، ايه هي الخطوات اللي انت هتستعملها اثناء مراجعه الاوديت، كومبليتينج ذا اوديتس نيدد، استكمال الاوديتس المطلوبه، و planning and reviewing internal audits، ازاي تخطط وتراجع ال internal audits، collecting and verifying audit evidence، ازاي تجمع الأدلة وتتأكد منها الأدلة اللي انت هتستخدمها في الأودت، generating findings and preparing reports، ازاي تقدر تكتب الريبورت بتاعت الأودت، communicating findings، ازاي هتشارك الملحوظات من الاوديت ده، reviewing the results and process، ازاي هتراجع النتائج دي والتفاصيل بتاعتها والاجراءات، assessing results and trends، ازاي هتقيم النتائج دي والترند او الموضه او المنظر، الفايندنجز دي شكلها بتقول ان انت رايح ناحيه فين، conforming with audit program procedures، ازاي ده يتماشى مع الاجراءات بتاعه البرنامج الاوديت، evolving needs and expectations of interested parties، ازاي تحسن وتطور احتياجات وتوقعات الجهات المهتمة، analyzing audit program records، ازاي تحلل
الوثائق بتاعه الاوديت بروجرام او برنامج الاوديت, examining effectiveness of the measures to address risks. بما اننا بنتكلم عن 45,000 واحد وكل الستاندردز الجديده فيها risk based thinking, فيبقى انت لازم من ضمن النقط اللي انت هتاخد بالك منها ازاي تتاكد ان الاوديتي او الشخص اللي بيتعمل عليه الاوديت, الشركه اللي بتعمل عليها الاوديت, حققوا فعلا تقييم المخاطر, ensuring confidentiality and information security, التاكيد على السريه وامن المعلومات, احد اهم النقط اللي دلوقتي ده ترند في العالم كله, امن المعلومات نقطه مهمه جدا. ان انت لو انت بتشتغل في ثيرد بارتي بيعمل اوديتس, الكونفيدنشاليتي السريه, لان اغلب الشركات اللي انت بتروح تعمل عليها اوديت يبقى عندهم هم كبير قوي ان هم مش عايزين ينقلوا النو هاو او كيفيه عملهم للمنافسين بتوعهم, فازاي يتاكد ان انت مش هتنقل المعلومات دي لحد حتى لو لفظيا, مش تروح تقول للمنافس بتاعهم ده انتوا المنافس بتاعكم بيعمل طريقه ما تعمله زيه, المفروض ان ده شيء ما يخصكش. بصة سريعة كده, ايه هو الفرق ما بين الاصدار 2011 واصدار 2018 بالنسبة للايزو 19011؟ اول حاجة addition of risk based approach to the principle of auditing, اضافوا ادارة المخاطر او ازاي ان انت بتعمل الاوديت بناء على او وانت حاطط في بالك المخاطر. زي ما قلت كده, لو انت بتعمل internal audit فهتركز اكتر على الاماكن ذات الاهمية الاكبر والاماكن اللي عملت مشاكل قبل كده. حتى لو انت جاي تعمل external audit فانت اكيد هتدي وقت اكتر للoperations مثلا عن الوقت اللي انت هتديه لديبارتمنت زي مثلا ال HR اللي هو مش اساسي قوي بالنسبة لعمليات الشركة. Expansion of the guidance on managing an audit program, including audit program risk. فوسع أكتر إرشادات إزاي أنت هتدير برنامج الأوديت. مضاف إليه الـ audit program risk, برنامج الأوديت ده ممكن يترتب عليه مخاطر. لو أنت أوديتور رايح تعمل أوديت في شركة بتاعة construction مثلاً, ازاي هتتاكد ان انت بتطبق تعليمات السلامه, ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي هو الليد اوديتور المفروض بيرتبها مع الشخص المسؤول في الشركه اللي هو هيروح يعمل عليها الاوديت. يشوف الاماكن اللي هو هيروح يعمل عليها الاوديت وهل ليها متطلبات خاصه بالنسبه للسلامه او الامن كسيكيورتي او كسيفتي. احيانا انت رايح تعمل اوديت على مثلا موقع في شركات بتعمل بتنفذ مثلا اعمال لجهات عسكريه, فبيبقى مطلوب مثلا منها تصاريح معينه قبل ما يروح, قبل ما الاوديتور يروح يعمل الاوديت, او لشركات مثلا شركات بترول بيبقى مطلوب تصاريح بشكل تاني, بيبقى مطلوب منهم اللي هيخش المنطقه يكون حاصل على مثلا شهاده معينه او يكون معاه البي بي اي لبس السيفتي المخصوص بتاع المكان ده. فدي من ضمن الحاجات اللي انت لازم تحطها في حساباتك وانت بتعمل audit program. Expansion of guidance on conducting an audit, particularly the section on audit planning. اتوسع كمان موضوع ازاي هتعمل الاوديت, وبالخصوص تخطيط الاوديت او مخطط الاوديت نفسه. Expansion of the generic competence requirement for auditors. دلوقتي بقى في زيادة ايه هي المتطلبات في تأهيل المراجعين او الauditors. Adjustment of terminology to reflect the process and not the object. اللي هو ازاي غيروا المصطلحات, زي ما كتير من المصطلحات في ال 9000 واحد وفي ال 45000 واحد اتغيرت, في ال 19000 واحد اتغيرت بحيث انها
تتماشى معاها، وفي نفس الوقت برضو التركيز بقى في الاوديت على البروسيس مش على اوبجكت، مش على منتج، مش او مش على الخدمه، على طريقه العمل، عشان برضو دي من ضمن الحاجات اللي بتعمل لبس عند ناس كتير. في فرق كبير قوي ما بين الاوديت وما بين الانسبكشن. الانسبكشن بيركز اكتر على الاوبجكت اللي هو الثينج زي ما هو هنا بيقول. الانسبكشن بيخش يشوف ايه اللي موجود قدامه دلوقتي، بيشوف شكل المنتج دلوقتي اللي طالع ده، المنتج ده مش مطابق للمواصفات بتاعته، فيبقى كده عندك مشكله. الاوديت بيبص على تاريخ، الاوديت بيبص على، ما يهموش او مش هدفه الاساسي يشوف شكل المنتج دلوقتي، هدفه الاساسي يشوف البروسيس، الاجراءات بتاعه انتاج المنتج دي في الفتره اللي فاتت كانت شغاله صح ولا غلط، مده السنه اللي فاتت كنت شغال ازاي. فهو الاوديتور بيبص اكتر على ريكوردز، الانسبكتور بيبص اكتر على الوضع الحالي. دي من ضمن النقط اللي بيحصل فيها لبس كتير قوي عند الناس، الفرق ما بين الاوديت والانسبكشن. كتير قوي بشوف اوديت ريكوردز مش اوديت بالمره، الاوديت ريكورد ده عباره عن انسبكشن، الاوديتور جه حاجه مش مطابقه فقام كاتب نون كونفورميتي عليها، وده ضد الاوديت سكوب، ده ممكن يطلع نون كونفورميتي على الاوديت نفسه، وممكن يسبب لو انت اوديتي ممكن بيها تعمل بروتست على الاوديتور ان اللي هو قاله ما كانش كلام مظبوط. Removal of the annex containing competence requirements for auditing specific management system disciplines, number of individual management system standards, it would not be practical include competence requirements for all disciplines. فدي من ضمن النقط المهمة زي ما ذكرناها امبارح. كان زمان في النسخة القديمة من ISO 19011 بيشترط ان الاوديتور لازم يكون معاه شهادة اوديت في كل ستاندرد لوحده. يعني انت عايز تاوديت ISO 9001 لازم يكون معاك شهادة اوديتور 9001 علشان تاوديت 18000 او دلوقتي 45001 لازم يبقى معاك شهاده في الاوديت ده. دلوقتي الريكويرمنتس بقى بتقول ان انت تكون اوديتور مؤهل، ما ذكرتش ان انت لازم يكون معاك شهاده في كل ستاندرد لوحده. انت دلوقتي في شركات سيرتيفايد في اكتر من خمس ستاندرد في نفس الوقت، فما يقدرش يشترط عليك ان هو الشخص ده يكون حاصل على شهاده ليد اوديتور في الخمسه ستاندرد. موضوع مكلف جدا وبياخد وقت كبير قوي، فوفروا انت خد شهاده اوديتور في حاجه معينه، او زي ما قلت لكم النظام الامريكاني كده بياخدوا شهاده اوديتور وخلاص، سي كيو اي سيرتيفايد كواليتي اوديتور وخلاص على كده، او بياخدوا سي اي اي سيرتيفايد انترنال اوديتور. فالشهادات دي الناس بتروح تاخدها زي ما هي كده ويشتغل بيها، ياخد بقى كورس مكثف مده قصيره في كل ستاندرد لوحده، يفهم الستاندرد ايه هو ويقدر يعمل عليه اوديت من بعد كده. Expansion of Annex A to provide guidance on auditing. New concepts such as organization context, leadership and commitment, virtual audits, compliance and supply chain. برضو توسع اكتر بالنسبة لAnnex A اللي هو بيدي ارشادات للاوديت، فيها مصطلحات جديده زي السياق المنظمه اللي احنا كنا شرحناه امبارح، بما ان ده مفهوم جديد ابتدى مع الايزو 9001 ل 2015 فكان لازم يتضاف الى ال 19011. leadership and commitment برضو زي ما ده مصطلح جديد عموما فلازم كان يتغير. الفيرتشوال اوديتس بقى دلوقتي مسموح ان احيانا انت ممكن تعمل الاوديت وانت في قاره تانية او في دوله تانية طالما الوضع يسمح. في شركات كل السيستم بتاعها وكل الريكوردز اصلا اونلاين، فانت ما فيش اي داعي ان انت تنتقل من مقرك لمقرهم ان انت تشوفها. الكومبلاينس اند سبلاي تشين، السبلاي تشين عموما حاجه تعتبر جديده فاضافوها بالنسبه
للايزو 19011. حد عنده اسئله في اللي فات؟ انا عارف ان السلايد دي كانت مكبوسه شويه، معلوماتها كتير. حد عنده اسئله فيها؟ هل كانت واضحه؟ طيب التقسيمه هنا هو هيقسم الاوديت الى ثلاث تقسيمات: بري اوديت قبل الاوديت، الحاجات اللي هو هتعملها قبل الاوديت، وبعدين الاوديت اكتيفيتيز، وبعدين بوست اوديت اكتيفيتيز. الناس اللي بتشتغل بي ام بي زي ما بتقسم البروجكت الى بلانينج اكسكيوتينج ادجورنينج، او زي ايا كان المنظمه اللي انت تبعها بتقسمه ازاي، هو نفس القصه. الاوديت بتقسمه الى قبل الاوديت، اثناء الاوديت، وبعد الاوديت. تمام. فالبري اوديت اكتيفيتيز، اول حاجه سكادولينج ان اوديت، ازاي بتعمل زي جدول للاوديت. انيشال كونتاكت از ميد وذ ذا اوديتي، هتحقق اتصال. دلوقتي احنا بنتكلم ان انت الليد اوديتور، فانت هتحقق اتصال بالمنظمه او الجهه اللي انت هتعمل عليها الاوديت. دايما بيبقى فيه فوكال بوينت او شخص مسؤول في المنظمه اللي انت هتعمل عليها الاوديت، او لو انت انترنال حتى بيبقى فيه مع الادارات اللي انت هتروح تعمل عليها الاوديت، هتتعامل مع مدير الاداره دي علشان تروح تقدر تجهز معاه. هتعمل معاه ايه؟ confirm the authority to conduct the audit and schedule audit. اول حاجة تأكد معاه ان انت تابع للجهة اللي رايحة تعمل عليه الاودت. تاني حاجة provide information on the audit objectives, scope, methods and composition of audit team. هتشرح له او تشرح لها provide information ايه هي المعلومات على اهداف الاودت ده، ونطاق الاوديت، والطرق اللي انت هتستخدمها في الاوديت ده، ومين هم اعضاء الفريق اللي هيجوا يعملوا الاوديت. request access to relevant documents and records for planning purposes، هتوضح له ان انت هتحتاجوا مراجعه بعض الوثائق اللي علشان تستعملوها في الاوديت ده، علشان تقدر تحدد ده في مخطط الاوديت. زي ما قلت قبل كده، احيانا بعض الوثائق دي بتحتاج تصاريح معينه علشان تاخد سماحيه ان انت تقدر تطلع عليها. يعني determine applicable legal and contractual requirements and other requirements relevant to the activities and product of the ODT. فانت لازم تبتدي تعرف منه ايه هي كل الحاجات القانونية والمتطلبات التعاقد اللي مفروضة عليه كمنظمة، والحاجات التانية المناسبة اللي ممكن تحتاج ان انت تبقى انت محتاج تعرفها. غالبا بعد ما بتساله الاسئله دي، بتساله ان كان في حاجه زياده هو حابب يعرفها لك تاخدها في حساباتك. ممكن يبقى في حاجه انت رايح تعمل كاوديتور، ممكن تبقى رايح تعمل اوديت على اندستري اول مره تعمل عليها الاوديت، فمهم قوي ساعتها ان انت يعني وارد جدا انت يبقى في حاجات ما عندكش فكره عنها، فيبقى من الحاجات المهمه ان انت تساله هل عنده حاجه محتاج يوصلها لك قبل ما تقفل معاه. gather and review background information، ازاي تجمع وتراجع المعلومات او الخلفيات السابقه عن الشركه او المنظمه دي. in order to prepare for an audit the necessary documentation for the management system needs to be reviewed. the documentation reviews should include علشان تقدر تجهز للاوديت ده الوثائق اللي انت محتاج تجهزها وتراجعها قبل الاوديت، هتشمل على
المانجمنت سيستم دوكيومنتيشن ريكوردز، لو عندك نسخة سابقة أو أي أي ريبورتس سابقة من الأوديت ده. زي ما قلنا لو أنت ثيرد بارتي، فيا إما أنت ده سيرفلانس أوديت مثلا، فأنتوا عملتوا أوديت عليه قبل كده، فأنت عارف المانجمنت سيستم اللي أنت رايح تعمل عليه أوديت، أو ده initial audit، فأنت كان في عندك phase 1 audit اللي هو على الورقيات، فكانوا بعتوا لك الورق كله تراجعه. لو أنت لسه في phase 1، فأنت المفروض إن أنت بتتابع مع المنظمة اللي أنت هتعمل عليها الأوديت، بحيث إن أنت تقدر تاخد منهم المانجمنت سيستم تراجعه والوثائق اللي أنت هتراجعها، تجهيز التشيك ليست اللي انت هتعمل بيها الاوديت، اوديت سامبلينج بلانز، ايه شكل العينات اللي انت هتاخدها في الاوديت ده. وزي ما قلت قبل كده على حسب الاندستري السامبلينج بلان بتتغير، يعني انت ممكن تبقى رايح تعمل اوديت على مصانع، فانت بتحتاج تراجع بعض المنتجات، فازاي هتاخد عينات من المنتجات اللي انت هتراجعها دي. ممكن تبقى رايح تعمل اوديت زي ما قلنا ان في مثلا ستاندرد زي ال 1725 خاص بالمعامل، انت هتعمل اوديت، فلازم لازم يعني هتبص تتاكد ان نتائج العينات اللي هم بيبصوا عليها او بيحللوها مظبوطه. Forms and recording information such as records of meetings, audit findings and supporting evidence. ايه هي الفورمات اللي انت هتستعملها عشان تسجل فيها المعلومات؟ زي مثلا الفورمه اللي انت بتحط فيها بتاعه الاجتماعات، انت في عندك اجتماع الافتتاح واجتماع النهائي اللي هو الاوبننج ميتنج والكلوزنج ميتنج، هتسجلهم في ايه؟ الاتندنس شيت اللي هو تسجيل الحضور، اوديت فايندنجز اند سبورتنج ايفيدنس، الليست الفورمه اللي انت هتحط فيها الملحوظات بتاعه الاوديت، وازاي هتسجل الايفيدنس او الادله اللي انت استعملتها، والبريفيوس اوديت ريبورتس، محتاج تبص على البريفيوس اوديت ريبورتس. احيانا بيبقى في عندك في الاوديت اللي قبل كده كان في عندك عدم مطابقه او نون كونفورمتي، بتحتاج ان انت تبص عليه، لان انت المفروض ان انت في الاوديت ده هتتاكد من الاجراءات التصحيحيه او الكوركتيف اكشنز اللي هم عملوها، فانت هتبقى محتاج هنا ان انت تتاكد ان هم الاجراءات اللي هم اخدوها دي فعاله وحققت النتيجه اللي هم قالوا انها المفروض انها تمت او اللي بقت مطابقه للستاندرد اللي انت بتعمل عليه اوديت. أي حد عنده أسئلة بالنسبة للي فات؟ الأوديت بلان، الأوديت بلان المفروض إن هو بيبقى بيتجهز عن طريق الليد أوديتور أو الأوديت تيم ليدر اللي هو مدير الفريق أو قائد فريق الأوديت، بناء على المعلومات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اتجمعت في الاوديت بروجرام او برنامج الاوديت، كل المعلومات اللي احنا ذكرناها قبل كده. الاوديت بلان المفروض يكون فيه المعلومات اللي جايه دي، مش بس على الاقل يكون فيه المعلومات دي. اوبجكتيفز، ايه اهداف الاوديت؟ سكوب اللي هو ايه نطاق الاوديت ده، كرايتيريا اند اني ريفرنس دوكيومنتس، ايه هي طريقه التقييم واي ايه هي المراجع بتاعه الكلام ده، لوكيشنز ديتس اند ديوريشن اوف اوديت اكتيفيتيز، ايه المواقع والتواريخ والمدد بتاعه اجراءات الاوديت ده، رولز اند ريسبونسابيلتيز اوف ذا اوديت تيم ممبرز، أدوار ومسؤوليات أعضاء فريق الأوديت، allocations of appropriate resources to critical areas of the audit، تحديد إيه كل المصادر أو الموارد اللي أنت محتاجها
الاماكن الهامه بالنسبه للاوديت ده او الضروريه. اوديت ريبورت توبكس، ايه هي المواضيع اللي هتبقى في موجوده في تقرير الاوديت ده. اني فولو اب اكشنز فروم بريفيوس اوديتس، اي حاجه المفروض ان انت هتراجعها في الاوديت ده كانت مذكوره في الاوديتس اللي قبل كده. واني فولو اب اكتيفيتيز فروم ذا بلاند اوديت، يبقى اي مراجعات اجراءات مراجعه انت محتاج تعملها للاوديت اللي انت بتحدده دلوقتي. The audit team leader will assign responsibility for auditing specific processes, activities or functions to each team member. قائد فريق الاوديت ده هيحدد مسؤوليات وادوار كل واحد في الفريق بتاع الاوديت. اعضاء الفريق ده مفروض ان هم مسؤولين على ان هم يجمعوا ويراجعوا المعلومات اللي خاصه بالعمليات اللي هم المفروض ان هم هيراجعوها، ويجهزوا كل الوثائق بتاعه العمل على الاوديت ده زي التشيك ليست. يعني هو المفروض ان هو هيأوديت ديبارتمنت معين، يجهز الاسئله والحاجات اللي هو هيسال فيها والوثائق اللي هو المفروض يراجعها بالنسبه للديبارتمنت اللي هو هيعمل عليه الاوديت. Audit sampling plans and forms for recording information. خطة جمع العينات اللي هو هيستعملها والفورما اللي هو هيسجل فيها البيانات والملاحظات بتاعته. برضو ملحوظة ان الاوديتور مش من حقه ان هو ياخد الحاجات دي معاه وهو ماشي. يعني الايفيدنس او العينة او العينه او الدليل اللي هو خدهم مش من حقه ان هو يطلب ان هو ياخدها معاه وهو ماشي. يعني لو الاوديتي او المنظمه اللي بيتعمل عليها الاوديت رفضت ان هي تدي له حاجه، من حقهم جدا، فهو المفروض ان هو يكون عنده القدره وقادر يفهم ان هو المفروض يسجل الكلام ده بالكتابه بحيث ان هو يبقى واضح ويقدر يبقى مفهوم بالنسبه له وبالنسبه لاي حد هيقرا الريبورت ده بعد كده. الورك دوكيومنتس need to be retained for the duration of the audit or for as long as specified in the audit plan. يبقى كل الورقيات اللي هتستخدم اثناء الاوديت ده مفروض ان هي هيتم الاحتفاظ بيها كامل مده الاوديت او زي ما هو متحدد في الاوديت بلان. الوثائق اللي بنتكلم عليها دي احيانا شركات الاوديت بتدي زي نوتة صغيرة للأوديتورز يسجلوا فيها ملاحظاتهم، والنوتة دي بيعتبروها زي كنترول دوكيمنت بيتراجع عليها عشان ما يبقاش الأوديتور بيسجل ملاحظات من دماغه أو بيألف حاجة هو بيكتب الريبورت، بيبصوا على الملحوظات اللي هو كان أخدها أثناء الأوديت. الكلام ده مش المفروض ان هم بيحتفظوا بيه مده طويله، هو الكلام ده بيحتفظ بيه بس لحد ما يخلص الريبورت والريبورت ده يتراجع، او لو في الاوديت بلان قايلين اكتر من كده بيبقى بيحتفظوا بيها مده اكتر. Once administration details have been finalized، اول ما يتم الانتهاء من كل الاجراءات ادخال المعلومات دي، it is then the time to look at the activities required to carry out the audit which is the focus of our next blog post in this series. فهي النقطة اللي بعد كده ان انت اول ما تخلص كل الاجراءات اللي فاتت دي تتكتب وتتراجع، هيبقى الاستعداد ان انت هتروح تعمل الاوديت نفسه. الاوديت اكتيفيتيز نفسها بقى، اول ما تبتدي تعمل الاوديت، whilst initiating your audit, you should ensure that أول ما تبتدي الأوديت بتاعك المفروض تتأكد إن الأوديت تيم ليدر قائد مجموعة الأوديت are appointed for each individual audit. يبقى دول بالنسبة لكل أوديت في تيم ليدر ليه.
Each team leader initiates the management system audit they are responsible for activities. يبقى كل team leader بيجهز المانجمنت سيستم اوديت، بيجهز الاوديت بتاعه ومراجع الاوديت اللي هو المفروض زي ما باين في اللي جاي. conducting the opening meeting، هيبتدي يعمل opening meeting، بيجتمع مع الكي بيرسونز الاشخاص الرئيسيين في الجهه اللي هو هيعمل عليها الاوديت. this meeting is required for the following purpose، opening meeting ده او الاجتماع الافتتاحي للاوديت الهدف بتاعه، اول حاجه introduction of the team audit team، تقديم مين هو فريق الاوديت، confirming agreement of all parties to the audit plan، يتاكد ان كل الناس موافقين على مخطط الاوديت ده، ensure that all planned activities can be performed، يتاكد منهم ويأكد معاهم ان كل العمليات اللي هتتم في الاوديت دي وارد وفي امكانيه ان هي تتعمل، زي الانترفيوز ويز بيرسونال، ان هو هيقدر يعمل انترفيو او يقابل الناس ويسالهم الاسئله اللي هو عايزها. ممكن يكون في بعض الشركات عندها ملحوظات على شكل الانترفيو، شكل الاسئله بتاعه الانترفيو والكلام ده. physical inspection of the site and review of the documentation، زي ال inspection نفسه العملي او التفتيش على الموقع نفسه ومراجعة الورقيات. الاجتماع ده المفروض ان هو اجتماع رسمي وبيتسجل مين اللي حضره، والمفروض ان هو بيكون بيدار عن طريق الاوديت تيم ليدر اللي هو قائد فريق الاوديت. بعد كده تاني نقطه في الاوديت اكتيفيتيز، بعد ما خلصنا الاوبننج ميتنج او الاجتماع الافتتاحي بيبتدي اجراءات الاوديت. اول حاجه هنبص عليها اللي هي ريفيو اوف دوكيومنتيشن، ازاي هيراجع الورقيات او الوثائق. A review of documentation is necessary، ايه اهميه ان هو يراجع الوثائق؟ ان هو determine the conformity of the system with the audit criteria، لازم يتاكد ان السيستم اللي عندهم مطابق ل طريقه عمل الاوديت، او انا جاي اعمل اوديت ايزو 45001 لازم اتاكد ان هم عندهم سيستم فعلا للاوديت للايزو 45001، مش هم عندهم سيستم ايزو 9001 وطالبين اوديت 45001 على طول. gather information to support the audit activities، تقدر تجمع معلومات هتساعدك في ان انت تحقق عمليات الاوديت نفسها. collecting and verifying information، ازاي هتجمع وتراجع المعلومات؟ في طرق بتستعملها تجمع بيها المعلومات زي الانترفيوز المقابلات، observations الملاحظات، ممكن يبقى الناس بتقول حاجة لكن انت اللي شايفه حاجة غير اللي بتتقال. review of documents هتراجع الوثائق including records، في فرق ما بين الدوكيمنت والريكورد. الريكورد اللي هو السجل، الحاجة اللي بيتسجل فيها العملية اللي بتحصل. الدوكيمنت ده ممكن يبقى كتاب او زي السيستم نفسه، ممكن يبقى المانيوال اللي هو الكتالوج بتاع المصنع المكن او ما الى ذلك. اللي هيبص هنا is source of information، عندك هنا مصدر المعلومة كده. collecting by means of appropriate sampling، هتجمع المعلومات دي باستخدام طريقة جمع عينات مناسبة لشكل الحاجة اللي انت بتجمعها. audit criteria، ايه هي الكريتيريا بتاعت الاوديت. evaluating against criteria، بتراجع بالنسبة للكريتيريا بتاعت الاوديت.
بعد كده الاوديت فايندينجز، ايه هي الملاحظات من الاوديت، بعد كده الريفيوينج مراجعه الاوديت فايندينجز، بعد كده الاوديت كونكلوجن القرار المبني على الاوديت ده. generating audit findings، ازاي بتعمل الـ audit findings او ملاحظات الـ audit. audit evidence should be evaluated against the audit criteria. الأدلة اللي اتجمعت أثناء الـ audit مفروض إن هي بتتقارن بالمعايير اللي المتحددة للـ audit in order to determine the audit findings. الفرق ما بين العينة اللي أنت أخدتها والمرجعية أو المعيار اللي أنت حطه هو ده الـ audit finding. These findings can indicate conformity or non-conformity with the audit criteria. ففي الآخر أنت بتحدد بناء على الكلام ده إن الـ audit ده كان نتيجته مطابق أو عدم مطابق لمعايير الـ audit. بعد كده preparing conclusion، تجهيز القرار. Following activities should be carried out when preparing audit conclusions. الإجراءات اللي جاية اللي هنقولها هي دي اللي المفروض إن أنت بتتبعها أثناء تجهيز قرار الأوديت ده. Review audit findings against audit objectives. هتراجع الفايندنجز أو الملاحظات اللي طلعت من الأوديت تقارنها بأهداف الأوديت. Agree on the audit activities. الموافقة على اللي تم في الأوديت. و prepare recommendations، تجهيز ايه هي الحاجات المقترحات اللي انت هتقترحها، و discuss audit follow up، تتناقشوا على ال audit follow up اللي هو مراجعه او متابعه ال audit. الكلام اللي احنا قلناه ده ال generating audit findings وال preparing conclusion، ده بعد ما بتخلص الاوديت اكتيفيتيز كل اجراءات او عمليات الاوديت، فريق الاوديت بيجتمعوا لوحدهم بيعملوا، او احيانا بيجتمعوا معاهم حد زي ما زمان كنا بنقول مثلا ممثل اداره، شخص من الشركه، بس غالبا بيبقى فريق الاوديت بيجتمع لوحده يحدد الكلام ده ويتناقشوا فيه، غالبا بيسموه ورشوب ميتنج، علشان هم بيقرروا في ايه فين المشاكل وايه هي الحاجات اللي هم هيحددوها وازاي هتتصلح، ولازم يكون الاشخاص المسؤولين في الشركه اللي انت بتعمل عليها الاوديت دي موافقين على الفايندنجز او على الملاحظات اللي انت بتطلعها. بعد كده الكلوزنج ميتنج. Closing meeting is required to present the audit findings and conclusions. فال closing meeting أو الاجتماع النهائي في الأوديت بيتعمل علشان تقدم للأوديتيز أو الجهة اللي أنت بتعمل عليها الأوديت، بتقدم لهم الملاحظات بتاعة الأوديت والقرار أو الاستنتاج اللي طالع من الأوديت. الأوديت تيم ليدر should explain the following to the auditee. القائد فريق الاوديت هيشرح او هيوضح للجهه اللي بتعمل عليها الاوديت الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي. Advise that the audit evidence collected was based on a sample of information collected. يبقى ياكد ويبلغهم ان الادله اللي هم جمعوها من الاوديت كانت بناء على عينات اتخذت من المعلومات اللي موجودة عندهم. وذا ميثود اوف ريبورتنج، ايه هي الطريقة اللي استعملوها في استخدام في عمل التقارير. ذا بروسيس اوف هاندلينج اوديت فايندينجز اند بوسيبل كونسيكونسز، ايه هي الاجراءات اللي هيتم بيها التعامل مع ملاحظات الاوديت، وايه هي الحاجات اللي ممكن تترتب على الملاحظات دي. Presentation of audit findings and conclusion in manner that is understood and acknowledged by the auditee management. يقدم ويشرح الملاحظات بتاعت الاوديت والاستنتاجات اللي طلع عليها
بطريقة يقدروا الناس دول يقدروا يفهموها، ولازم يوصل معاهم ان هم يوافقوا عليها، تبقى مفهومة ومتفق عليها ما بينهم، وبالاوديتي مانجمنت اللي هم إدارة الجهة اللي انت بتعمل عليها الاوديت دي، لازم يكونوا موافقين او توصل على الاتفاق معاهم على ملاحظات الاوديت دي. واني ريليتد بوست اوديت اكتيفيتيز، اي حاجات بتتعمل بعد الاوديت او هتتعمل بعد الاوديت، المفروض ان انت بتوضحها لهم كاوديت تيم ليدر، هتوضح لهم ايه اللي هيتم بعد الاوديت. لو انت في الاوديت مثلا طلعت عدم مطابقه او نون كونفورمتي، توضح لهم شكل النون كونفورمتي ده ايه، والنون كونفورمتي ده انت متوقع منهم كوركتيف اكشن او اجراء تصحيحي في خلال مده قد ايه، وشكل الكوركتيف اكشن المفروض يكون عامل ازاي، و الكوركتيف اكشن ده هيتراجع ازاي لو هو ماينور نون كونفورمتي. فاحنا انت هتبعت لي لو هو عدم المطابقه ده حاجه بسيطه، يبقى احنا هنراجع في الاوديت اللي جاي هنتاكد ان انتوا صلحتوها، يعني انت هتاخد منه الاجراء التصحيحي وهتتاكد من فعاليته في الاوديت اللي بعده. لو هو ميجر نون كونفورمتي، يبقى انت المده انت محتاج الاجراء التصحيحي في خلال قد ايه، وهتيجي تتاكد تعمل زي فولو اب اوديت، زي اوديت للمتابعه ان هم صححوا المشكله دي، او ايه يعني تتفقوا على الاجراء على حسب شكل النون كونفورمتي. Once the audit findings have been evaluated, a report outlining findings and any post-audit activities can be drafted. أول ما تنتهي من مراجعة أو تقييم الـ audit findings، ملاحظات الـ audit، الريبورت هيتجهز ويتكتب فيه كل اللي مطلوب بعد الـ audit. You only need to conduct audit activities which comply with your management system. انت كل اللي مطلوب منك ان انت تعمل audit متماشي مع المانجمنت سيستم اللي انت طالب عليه الاوديت. يعني انت كاوديتي ممكن يجي لك اوديتور يطلب منك يسالك على حاجه بره المانجمنت سيستم اللي انت طالب عليه شهاده. انت طالب شركه تيجي تعمل عليك اوديت عشان تسيرتيفاي ايزو 45001، يجي يسالك في حاجه تخص البيئه، هتقول له ان ده اوت اوف اوديت سكوب، ده بره نطاق الاوديت اللي انت جاي تتعامل عليه، احنا مش مجهزينه وانت مش من حقك تسال عليه. تمام، في اي اسئله كده بالنسبه ل 19011؟ احنا كده جرينا جوه 19011 والاوديت اكتيفيتيز. في اي اسئله بالنسبه للموضوع ده؟ معانا وقت لسه للاسئله، فاللي عنده اي اسئله يبقى اسال فيها. احنا كده نعتبر عدينا على 19011 والاوديت اكتيفيتيز كلها. سريعا ممكن ابقى ابعت لكم برضو على الجروب شكل عينه للاوديت بلان والاوديت بروجرام. فيش اي حد عنده اسئله على الموضوع ده؟ الحقيقة الموضوع واضح قوي وانت مبسطه كويس قوي، انا فهمته كويس. يعني لو حد تاني عنده اسئلة يسأل. طيب الحمد لله ان الموضوع الاوديت اتفهم كده بسهولة. اعدي بس كده، انا فاكر كام نقطة اتذكروا امبارح بالنسبة للستاندردز. انت في عندك اغلب الشغل اللي احنا بنتكلم عليه الاساسي ايزو 9001، ايزو 14001، والايزو 45001، او اللي هو كان اوسس 18001. الانتجريشن بتاعهم انت بتعمل ايزو 9001، وبعدين بتيجي تشوف لما تيجي تعمل انتجريشن انت
عايز تاخد الشهادتين التانيين بالمرة طالما انا عملت 9001، فبتيجي تشوف ايه الحاجات اللي مطلوبة في ال 14001 مش موجودة في ال 9001، وتبتدي تضيفها للسيستم بتاعك. بعد كده عايز تضيف ال 45001، فهبتدي اشوف ايه الحاجات اللي في 45001 مش موجودة في 9001 وابتدي اضيفها. زي ما قلت، اكتر الحاجات اللي مطلوبة في ال 45001 بقت موجودة في ال 9001، حتى الريسك اسيسمنت اللي كان قبل كده مش موجود في ال 9001 بقى موجود في ال 9001 2015. فكده كده انت عندك اجراء للريسك اسيسمنت. بالنسبة لل 9001 انت المفروض بتعمل ريسك اسيسمنت للقرارات، تقييم للمخاطر بالنسبة للقرارات اللي انت هتاخدها، وبتعمل ريسك اسيسمنت للبيزنس نفسه كشركة، ايه المخاطر اللي حواليها. فعلشان الكلام ده ما يوقفكش، ما يبقاش هو ده يعني النصيحة اللي انا بقولها، اللي عنده سيستم 9001 2015، انك تاخد 45001 بقى شيء بسيط جدا بالنسبة كسيستم. كتطبيق هنا بقى بنقف في المشكلة. دلوقتي احنا لازم نفهم ان انت الشركة اللي بتشتغل على الايزو، في شركات بتبقى بتعمل سيستم الايزو بس للشهادة، وده طبعا مش الايديال، وده مش شكل يستفيدوا منه فعلا. الشكل الصحيح ان هم يبقوا بيطبقوا الايزو علشان الشركة تستفيد منه. الايزو بينظم حاجات كتير قوي الشركة فعليا محتاجها تتنظم، فان هم يضيعوا على نفسهم الفوائد اللي هم هياخدوها من الايزو، ده هيعمل لهم مشاكل كتير بعد كده. فمثلا شركة عايزة تاخد 45001 بس مش عايزة تصرف فلوس على انها تشتري بي بي اي، هنا مشكلة. وبعد اول حادثة هيلاقوا نفسهم صرفوا اكتر من الفلوس اللي كانت هتتصرف على البي بي اي، صرفوا بقى سواء في قضايا، سواء على محامين، سواء في علاج ناس، الكلام ده كله مصاريف لو كانوا استعدوا ليها ما كانتش اتصرفت. فالافضل ان هم يستعدوا ويصرفوا في الاول على الكلام ده، احسن من ان هم ييجوا بعد الكارثه يبتدوا يدوروا احنا ازاي نحل المشكله دي. برضو زي ما انا بوضح ان كل ستاندرد فيهم مستقل بذاته. يعني ال 9001 زي ما قلت كل شهاده فيهم بتيجي لوحدها، وكل اوديت ريبورت فيهم لوحده، وكل ستاندرد مستقل بذاته. يعني الاوديت سكوب، الاوديتر اللي جاي يعمل اوديت 45001 مش شغله ان هو يسالك على حاجات بتاعه ال 14001، او مش شغله ان هو يسالك على الحاجات المتعلقه بالبيئه. لازم انت تبقى فاهم ده كاوديتي، هيريحك كتير. لان من النقطه المتكرره ان الشخص اللي بيتعمل عليه الاوديت بيدي الاوديتور كل اللي هو عايزه، وغالبا بتبقى حاجات مش من حق الاوديتور. بيبقى الاوديتور عايز يسهل على نفسه فبيطلب حاجات انت مش عايز تديها له، بس خايف تقول له لا. فلا، لازم تفهم ان انت من حقك ان انت تجبر الاوديتور ان هو يبقى واقف على الحاجات، يعني الاوديتور يقف على نطاق الاوديت بتاعه، السكوب بتاع الاوديت بتاعك 45001، البيئه مش تبع الاوديت. تمام، واضحة النقطة دي؟ تمام، هناخد بريك نص ساعة ونرجع نبتدي نكمل نبص على الريسك اسسمنت. تمام، الله ينور يا ثاني ياسر. وعليك يا باشمهندس هيثم. تمام كابتن محمد، ربنا يبارك في حضرتك. وفيك يا باشا. الله ينور والله يا قبطان. وعليك يا باشمهندس. هو بس في ايه توضيح بس، تمام؟ الفرق بين الانسبكشن والاوديت، ان الانسبكشن مفاجئ، اما الاوديت دوت بيترتب له بميعاد. انت بتنزل اما بتعمل انسبكشن مفاجئ، بتكتشف الايرورز او الفيوليشنز وقتي،
تمام ساعتها. اما الاوديت لا ما بيبقاش لحظي او مفاجئ. هذا الفرق بين برضه الانسبكشن والاوديت، ده مفاجئ وده مش مفاجئ. الانسبكشن مش شرط ان هو يكون مفاجئ، يعني هو ممكن يكون مفاجئ لو دي شركتك. لو الانسبكشن اللي جاي لك من بره من حق جالك مفاجئ من حقك ما تستقبلوش. فالانسبكشن مش شرط ان هو يكون مفاجئ. الاوشا انسبكشن مثلا، الاوشا لما يجي لك يعمل عليك انسبكشن لو جاي لك مفاجئ وانت مش مستعد ومش جاهز، من حقك ان انت ما تستقبلوش ومن حقك ما تدخلوش المؤسسه بتاعتك او المكان اللي انت فيه. تمام. في شركتنا يا باشمهندس، اتفضل يا باشمهندس. لا لا اتفضل يا هندسه اتفضل. ازيك الاخ؟ في عندنا في موقع من المواقع يا باشمهندس، كان في لحظه كده كان الاوديتور بيعمل عندنا اوديت على 3 ايام. في اول يوم تمام، ثاني يوم احنا اتفاجئنا لقيناه جوه الموقع بدون ما اصلا ما حد يعرف. فده صح ولا خطا؟ لا خطا طبعا. المفروض ان هو لما بيجي اول حاجه بيعملها بيقدم نفسه، وبيقدم نفسه للناس المسؤولين، وبياخد منهم تصريح ان هو يخش يتعامل مع الناس. لو هو ما عملش الكلام ده، من حقك ان انت توقف الاوديت وتقول الشخص ده مش بينفذ تعليمات الامن والسلامه في المكان اللي احنا موجودين فيه، وممكن تكلم الجهه اللي بتعمل الاوديت وتقول لهم الشخص ده غير مرغوب في وجوده اصلا كمان. نقطه من النقط المهمه اللي انت لازم تفهمها بالنسبه للايزو اوديت، ان ده بيزنس. الناس اللي بتيجي تعمل عليك الاوديت دول سبلاير بالنسبه لك، يعني انت مش مضطر للاوديت ومش مضطر ان انت تعمله معاهم. على خلاف مثلا لو احنا بنتكلم عن الانسبكشنز بتاعت السيفتي بتاعت الاوشا والكلام ده، دي جهه حكوميه وانت مضطر ان انت تتعامل معاهم. ولكن قوانين الاوشا بتقول ان انت من حقك ان انت يتم اعلامك قبل ما يجي، ومفتش الاوشا من حقك ان انت توقفه على الباب وتقول له ما تخشش غير لما يجي لك تصريح، ومن حقك ان انت تقول له معلش احنا اسفين مش جاهزين لاستقبالك النهارده. ده قانون الاوشا نفسه اللي هي جهه حكوميه، والمفتش الاوشا زي ما احنا في مصر مثلا بيقولوا مفتش السلامه اللي بيجي عليك من هيئه الامن الصناعي ليه ضبطيه قضائيه. بتاع الاوشا نفس الكلام، من حقه يخش ومن حقه يشمع لك المكان. يعني المكان ده فيه خطر شديد ممكن يعمل حوادث، فاحنا هنقفل المكان ده لحد ما تحلوا المشاكل بتاعتكم. فاذا كان الشخص اللي ليه الضبطيه القضائيه انت من حقك تمنعه يخش، فما بالك بالاوديتور اللي فعليا انت دافع ثمن الاوديت. بس هو كان من شركتك هندسه، يعني من الاداره عندنا. كان من اداره الشركه. مراجع داخلي. بص يا باشا، دلوقتي انت بتتكلم عن سياسة بقى. يعني هو مفروض ان هو الصح انت في عندك اجراء الاوديت بتاع الشركة، يعني راجع سيستم الشركة وراجع ايه هو اجراءات الاوديت اللي عندك في الشركة. غالبا هتلاقي الاجراء مطلعش من اللي احنا قلناه. لو طلع من اللي احنا قلناه، شركتك ما كانتش المفروض تاخد شهادة الاوديت اصلا، شهادة الايزو اصلا، لانها مش مطابقة للستاندرد بتاع الايزو. فالمفروض ان انت هتلاقي الكلام اللي موجود عندك في اجراء المراجعه او اجراء الاوديت عندك في الشركه قريب جدا من الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. فانت ممكن تبعت اعتراض او كومبلين للاداره دي ان لم يتم الاوديتور ما طبقش اللي مطلوب في السيستم نفسه. تمام. تمام. جزاكم الله خير. وياكم. ناخد كده البريك، نرجع الساعة يعني بصرف النظر هي عندكم كام دلوقتي؟ 8:10. نقول نرجع 8:40، 9:45. تمام تمام يا ابطال. تمام تمام. السلام عليكم. اصلا كده This conference will now be recorded. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام يا دكتور.
تمام، هنبتدي دلوقتي. الأول في سؤال بالنسبة لشهادة CQA اللي هي Certified Quality Auditor. دي شهادة معترف بيها، وزي ما أنا قلت الايزو 19011 ما بقاش طالب ان انت تكون سيرتيفايد في كل ستاندرد لوحده، فسيرتيفايد كواليتي اوديتور بقت حاجه معترف بيها، ما بقاش حد يقدر يعترض عليها، لان ما بقاش في اي ريكويرمنت مخالف لكده يعني. تمام. نقطه تانية بالنسبه لموضوع التفتيش المفاجئ. التفتيش المفاجئ حاجة متعارف عليها في الشركات، ولكن مش هو ده الصح. الصح إن كل خطوة بتتعمل بتكون مترتب لها ومتعارف عليها. الشركات اللي مش واثقة في العاملين فيها فبتعمل تفتيش مفاجئ، دي قصة تانية، دي سياسة الشركة، دي حاجة، ولكن مش هو ده اللي بيتدرس ومش هو ده الصح. ما نقدرش إحنا وإحنا بندرس الصح نعتمد الكلام اللي مش مظبوط. تمام. اي تفتيش المفروض ان هو بيكون مخطط ومعروف ايه بيتعمل ليه، انما لو انا سمحت لموظف ان هو ياخد قرارات شغله بناء على اهوائه الشخصيه، هنا بيبتدي يحصل الكوربشن، بيبتدي الموظف ده يبقى له سلطه مطلقه ويبقى له سلطه على الموظفين ويبتدي يحصل فساد. تاني، من دي من ضمن النقط اللي بقى فيه تركيز عليها في أمريكا وفي أوروبا، محاربة الفساد من مصادره قبل ما يبتدي. مفيش حاجة اسمها موظف ليه سلطة مطلقة على أي حاجة. أي حاجة، أي موظف في الشركة بيشتغل لخدمة الشركة، مش لخدمة هدف، مش لخدمة هدف شخصي أو أجندة شخصية، بيشتغل لخدمة حاجة للشركة. وأي موظف بيدي ملحوظة لحد، الكلام ده بيبقى لمصلحة الشغل ويبقى ماشي طبقا للنظام، مش طبقا لسيستم الموظف صحي من النوم قرر انا هروح اعمل انسبكشن او تفتيش على الموقع الفلاني. انا برضو باكد على النقطه دي، انها بتحصل في شركات مش معناها ان هو ده الاصل وان هو ده الصح. ولكن ما تقدرش تقول للشركه حاطه ده في النظام بتاعها انه غلط. هو مش غلط بس مش هو ده الأصل. تمام. هنبتدي نتكلم عن البيست أناليسيس. لما بتيجي تعمل الكونتكست اوف ذا اورجانيزيشن اللي هو سياق المنظمة، انت محتاج تحلل القوة والضعف في المنظمة بتاعتك. الكلام ده مطلوب في كل الستاندردز الجديدة، ال 45001 وال 9001 وال 14001 وال 17-25، كل ستاندرز الجديده طالبه ان انت تحلل المخاطر المحيطه بالشركه بتاعتك. واحده من الطرق اللي بتتعمل اللي هي البيست اناليسز. الموضوع بيست اناليسز ليه تحريفات كتير، وفي السوات اناليسز من الحاجات المشهوره جدا بتعمل بيها الكلام ده. فخلينا نتكلم الاول هنا في البرزنتيشن اللي معانا عن البيست اناليسز. بيست للبوليتيكال، ايه هي التاكس بوليسي، ليبر لو، انفايرمنتال لو، تريد ريستريكشنز، التاريفز. التاكس بوليسي اللي هو سياسه الضرائب، قانون العمل، قانون البيئه، القيود على التجارة والمصاريف. بعد كده الاي اللي هي الانفايرومنتال. مش مقصود بالانفايرومنتال البيئة، مقصود بيها بيئة العمل، فالإيكونومي جروس او النمو الاقتصادي، انترست ريت او فوائد، الفوائد على القروض وما الى ذلك، اكسشينج ريت اللي هو تحويل الفلوس، والانفليشن ريت الريت اللي هو التضخم، معدل التضخم. وبعدين بعد كده عندنا الاس اللي هي السوشيال، اللي هو ثقافه، تاثير الثقافه على في المكان اللي انت بتفتح فيه الشركه، البوبوليشن جروث ريت، معدل النمو السكاني، ايج ديستريبيوشن، توزيع الاعمار،
دي واحدة من النقط اللي احنا الدول بتاعتنا مش حاسة بيها، ولكن لما تبقى في دولة أوروبية أو في أمريكا عندهم أغلبية السكان 70% من السكان كبار السن، ده نتيجة لأن أجيال الشباب ما بتخلفش كتير، فبقى عندهم تعداد السكان فيه نسبة كبيرة مش قادرين يشتغلوا. في بلدنا احنا ما بنحسش بالكلام ده، ولكن الموضوع ده ملحوظ جدا في أمريكا وفي أوروبا. الكارير اتيتيودز ايه هي الأخلاق المصاحبة بالوظيفة دي، والسيفتي انفسز الحاجات اللي هي لازم تركز عليها بالنسبة للسيفتي أو للسلامة. RNLT اللي هي التكنولوجيكال التكنولوجيا، R&D activities البحث research and development فالبحث والتطوير، ايه هي اعمال البحث والتطوير. الاوتوميشن دلوقتي الناس الشركات كلها بتبص ان هي تقلل استخدام الموظفين وتزود استخدام المكن اللي بيعمل العمليات اوتوماتيكيا، زي ما انا قلت بسبب ان النسبة كبيرة بقى في عندهم نقص كبير في الايدي العاملة، ونقص الايدي العاملة خلاها اغلى وغير كفأة، الناس مش مهتمة انها تطور من نفسها لان هم مطلوبين، فبقى في تركيز على الاوتوميشن. الحاجة اللي اقدر اعملها بمكنة مفيش داعي ان انا اعملها ببني ادم، حتى لو المكنة اغلى دلوقتي هتقف علي ارخص في المستقبل، المكنة ولا بتزعل ولا بتغيب من الشغل، وفي نفس الوقت ولا بتطلب زيادة في المرتب ولا ممكن تسيب الشغل بكرة. والتشينج ريت ايه معدل التغيير في التكنولوجيا بتاعتنا. بعدين شكل تاني من اشكال البيست اناليسيز اللي هو البيستل. Pestel is an analytical tool which considers external factors and helps you to think about their impact. Pestel ده اللي هو طريقة التحلل بيها ايه هي الحاجات اللي انت محتاج تبص عليها خارجيا خارج الشركة بتاعتك. والحاجات اللي انت محتاج ان انت تفكر فيها في تأثيرها على شركتك. هنا اضاف البيئة حرفيا اللي هي الـ environment، واضاف القانون اللي هو اللو. فايه تأثير البيئة، درجات الحرارة في المكان، الأمطار، الكلام ده كله على الشركة بتاعتك. إيه تأثير قوانين البيئة عندك على الشركة بتاعتك؟ في بعض الصناعات ما يقدرش يفتحها في أماكن معينة، صناعات مصانع الأسمنت مش مسموح بيها بسبب تأثيرها على البيئة. الأماكن اللي بتشتغل على تحليل المية ليها قوانين علشان المية اللي انت بتاخدها دي بتأثر على درجة ملوحة البحر اللي مش عارف وما إلى ذلك. بتبص على القوانين بقى لوحدها، فصل القوانين عن السياسة، فبقى البي اللي هي البوليتيكال بقى فاصل السياسة، ايه سياسات الفساد في الدولة اللي انت فيها تأثر عليك في ايه، انت بقيت محتاج تحط ميزانية للرشاوي لوحدها ما تيجي تتكلم للأسف مع الشركات الأجنبية اللي عايزة تفتح في الدول الشرق زي ما بيقولوا، سواء آسيا أو الميدل إيست أو الكلام ده زي ما هم بيسموها، بيضطروا يحطوا ميزانية بسبب الكوربشن، ميزانية بالفلوس اللي هيستخدموها يمشوا الشغل، ومش قادرين يفهموا البند ده، بس اكتشفوا ان ده بند مهم جدا في المناطق دي. وبعض دول أوروبا فيها نفس القصة، مش عايزين نقول أسامي دول، بس يعني بعض الدول فيها نفس المشكلة دي. هو يبتدي يحلل القوانين لوحدها بالنسبة لبعض الدول. نقطة مهمة الباتنت لوز، الكوبي رايت اند باتنت لوز، القوانين الأحقية الفكرية
وتسجيل المخترعات. فانت مش عايز تروح دولة انت الشركة بتاعتك قائمة على اختراع خاص بيك، مش عايز تروح دولة تفر ما يكونش عندها كوبي رايت، ما يكونش عندها حقيقة فكرية والكلام ده، وتلاقي الشغل بتاعك اتنسخ وغصب عنك والدولة ما تدعمكش في حاجة زي كده. سريعا كده، البي البوليتيكال او السياسة، الاي الايكونوميك او الاقتصاد، الاس السوشيولوجيكال او الثقافة والمجتمع اللي حواليك، التي التكنولوجيكال، ال الليجال، والاي انفايرمنتال. بعدين في طريقة تانية اللي هي السبوت. السبوت stands for strengths, weakness, opportunity and threat. نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص والتهديدات. فبيتكلم ان السوات والبيستل او البيست اناليسيز بيشجعوك ان انت تفكر بره منظمتك شويه. الفكره ان هما الاثنين بيبصوا بصه كده بره المنظمه بتاعتك شويه. نظره سريعه على السوات. سوات اناليسيز، انت بتيجي تبص على نقط القوه، الاس والدبليو، السترينس والويكنس او نقاط القوة ونقاط الضعف. دي حاجات داخلية خاصة بشركتك، فأنت بتبتدي تبص إيه نقاط القوة بتاعت شركتك، things your company does well، إيه الحاجات اللي شركتك بتعملها أحسن من غيرها، qualities that separate you from your competitors، إيه الحاجات اللي أنت بتعملها بجودة أعلى من منافسينك، internal resources such as skills, knowledgeable stuff. ف internal resources دي اللي هي الموارد الداخلية عندك، زي الناس اللي عندهم معلومات وخبرات عندك في الشركة، و tangible assets such as intellectual property, capital and properties، ايه هي الممتلكات بتاعت الشركة اللي عندك اللي انت بتتميز بيها يعني. ال weaknesses او نقاط الضعف، things your company lacks، ايه هي الحاجات اللي الشركة عندك ضعيفة فيها. ف بعد كده عندك things your competitors do better than you، في حاجات المنافسين بتوعك بيعملوها احسن منك. resources limitation، ايه هي حدود مواردك. وبعد كده unclear unique selling proposition، في عندك ممكن يبقى عندك طريقة المبيعات اللي انت بتستعملها اللي مش واضحة. بعد كده عندك الـ O والـ T، الـ opportunities والـ threats أو الفرص والتهديدات، دي الحاجات الخارجية اللي بتأثر عليك. opportunities دي مثلا undeserved markets for specific products، انت جالك نسبة مبيعات كبيرة من غير ما تشتغل عليها بشكل معين. few competitors in your area، ممكن يبقى في عندك منافسين قليلين في المنطقة بتاعتك. emerging need for your products or services، ايه هي الاحتياجات اللي عمالة بتتزايد وبتضاف ليك لمنتجك او للخدمات بتاعتك. press media coverage of your company، الصحافة او الاعلام وتغطيتهم للشركة بتاعتك، زي مثلا بعض الشركات اللي لسبب ما مشهورة اكتر من شركات اخرى بلا اي سبب حقيقي، فدي بيعتبر opportunity للشركة. زي مثلا شركة اوبر، في ليها منافسين افضل منهم ولكن الشركة اشهر منهم. في لو بصينا بالمنظر ده هنلاقي شركات كتير قوي ليها شهرة واخدت قوتها من شهرتها، وهم طبعا بيستغلوا شهرتهم دي اكتر من اي حاجة تانية، يعني بيستغلوا شهرتهم في ان هم يبيعوا اكتر رغم ان هم ممكن يكونوا اقل في الجودة من غيرهم.
بعد كده عندك الثريتس او التهديدات، ممكن يبقى فيه تهديدات خارجيه على الشركه، emerging competitors المنافسين بتوعك اللي عمالين بيزيدوا او بيكبروا، changing regulatory environment قوانين البيئه اللي عماله بتتغير او بتزيد، والنيجاتيف بريس ميديا كفرج، ممكن يكون الصحافه او الاعلام عمالين بيقولوا عليك كلام مش كويس او مسكوا في حادثه حصلت عندك وقعدوا يتكلموا عنها كتير، changing customer attitudes toward your company، الزبائن بتوعك ابتدوا رايهم في شركتك وتعاملهم مع شركتك ابتدى يتغير، كل دي حاجات المفروض ان انت تبص عليها. عندك الحاجات النيجاتيف اللي هي الدبليو تي، الحاجات السلبيه اللي على شركتك زي الويكنس والثريتس، المفروض ان انت بتبتدي تتعامل معاهم حاجه حاجه بحيث ان انت تحولها من نقطه ضعف الى نقطه قوه، تبتدي تحاول تعمل emergency plan او contingency plan، خطه طوارئ للتهديدات دي، لو حصل كذا انا هعمل فيها ايه. وفي نفس الوقت نقاط القوه والفرص دي بتبتدي تعمل خطه لاستغلالها باحسن شكل ممكن، علشان نقاط القوه اللي عندك والفرص اللي عندك ما تتحولش في المستقبل لضعف وياخدها منك منافسينك. نقطه نحطها في حساباتنا ان النقاط الخارجيه اللي هي في البيست اناليسز او البيست اناليسز او الاو والاوبورتيونيتي والثريت في السوات اناليسز، دي حاجات انت مالكش تحكم عليها وبتتغير باستمرار، فلازم تاخد بالك من الموضوع ده وتبقى فاهم ان انت الاستراتيجي بتاعتك او الخطه الاستراتيجيه بتاعتك لازم تتطور مع تغير الحاجات دي. وبعدين لازم تفهم ان انت الحاجات دي بتاخدها بتستعملها بتحط بيها خطط، تستعملها في ازاي تحط الخطة الاستراتيجية بتاعت شركتك، او زي ما قلنا كده انت عندك ده الكونتكست اوف اورجانيزيشن او سياق المنظمة، تبتدي توضحه بناء على التحليل اللي انت عملته ده كله. في اشكال تانية للبيست اناليسز او البيستل اناليسز زي البيست والبيستل والبيستلايد والستيبل والسليبت، كل دي أشكال تانية بس كلها في الآخر نفس الحاجة. أي أسئلة على التحليل بتاع عمل المنظمة والبيست أناليسز؟ موضوع واضح؟ موضوع تخيلي اكتر منه موضوع ماشي بقواعد، فلازم نبقى فاهمين كده ان انت الفكرة قائمة اكتر على ان انت بتستعمل تمبلت وبتشتغل عليها علشان تحدد السوات والبيست اناليسز. اي اسئلة قبل ما نبتدي في الريسك مانجمنت والريسك اسسمنت؟ الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا في البرزنتيشن دي ده ريسك ماتريكس 2x2، هي مش قوية جدا ولكن بتسهل عليك ان انت تفهم الفكرة ازاي تفهم اللو ريسك. بعد كده عندك الميديوم ريسك والهاي ريسك، فبتسهل عليك ان انت تفهم ازاي تتعامل معاهم. كل ما بيزيد علاقتها بالشغل بيزيد تأثيرها، كل ما بيكون الريسك ده أو الخطر بيعلى. قبل ما نبتدي نتكلم عن الريسك، من النقط اللي أنا دايما بتفخر بيها على الناس إن الريسك مانجمنت دي من ضمن الحاجات اللي اخترعها العرب. كلمة ريسك أصلا جاية من كلمة رزق، وزي ما هم الأجانب دلوقتي وضحوا الريسك هو ريسك اند اوبورتيونيتي،
فهي حاجة عبارة عن uncertainty، حاجة مش معروفة ومش واضحة، فهي رزق، هي حاجة بتجيلك من عند ربنا. الرزق دي حاجة عبارة عن uncertainty، ممكن تكون إيجابية ممكن تكون سلبية. فلازم تبقى فاهم إن الريسك اسسمنت، المنطق ده كله اللي اخترعوه العرب، والهازارد ايدنتيفيكيشن، اول ما نتكلم عن الهازارد كانوا العرب، وكلمه هازارد جايه من كلمه ظاهره. هنعدي الليجل عن الريسك لان هو اغلبه امريكي. الريسك اسسمنت في عندنا 5 خطوات للريسك اسسمنت. اول حاجه ايه هي المخاطر، مصادر المخاطر اللي هي الهازاردز، او زي ما قلنا مصدرها، ايه هي الظاهره اللي ممكن تؤدي الى الخطر. فكده مين بيعمل ايه امتى وفين، who is doing what where and when، we who else might be affected by what is done، مين كمان ممكن يتأثر باللي بيتعمل. بعد كده what is the degree of risk، ايه درجة الخطر، what do we need to or can we do to control eliminate minimize exposure to risk، ايه هي الحاجات اللي احنا نقدر نعملها او ممكن محتاجين نعملها بحيث ان احنا نتحكم، نزيل او نقلل التعرض للخطر. و how will we monitor the work and people، ازاي هتراقب فعالية اللي انت بتعمله ده والعمل والناس اللي بتشتغل في الحاجة الخطرة دي. ايه اللي بيجي الاول؟ فبيقول لك ان قبل الخمس خطوات اللي احنا قلناهم دي، في سؤال لازم يجي الاول، what is it we have want would like to do، ايه هي الحاجة اللي احنا مضطرين او عايزين او ممكن نعملها. فده ممكن نسميه تاسك، عملية، او جاب تو دو، وظيفة، او بروسيجر، اجراء. everything can be covered in this way. فانت لازم تحدد اللي انت بتعمله ده يكون عامل ازاي، وكله بيبقى متقسم بالطريقة دي. طيب ايه الفرق ما بين الهازارد والريسك؟ الهازارد اللي هو مصدر الخطر، لو احنا في مكان فيه سلك كهرباء عريان، فالسلك العريان ده هازارد مش ريسك، سلك العريان ده مصدر خطر. الريسك الكهرباء، ان الشخص يتكهرب او انه يعمل حريقة او انه يعمل قفلة، فممكن هازارد واحد بس يسبب اكتر من ريسك. والافضل دايما ان انا اسيطر على الهازارد مش ان انا اسيطر على الريسك. يعني لو انا عندي مكان فيه سلك كهرباء، الافضل بالنسبة لي ان انا اعزل الكهرباء او اعزل السلك او الغي كهرباء من المكان ده، احسن من ان انا البس الناس حاجة تمنعهم من الكهرباء، او ان انا اعمل ارضية خشب مثلا تمنع من الناس الكهرباء. لان انت كده اسهل لك ان انت تتعامل مع مصدر واحد، فتنهي 4 أو 5 مخاطر ممكن ينتجوا عن الهازارد ده، عن ان انت تبتدي تتعامل مع الريسكس واحد واحد. واضحة النقطة دي؟ بعد كده الريسك ده امكانية ان يحصل ضرر لحد طبعا، وزي ما انا قلت. ودلوقتي بقى فيه تعريف تاني، ان احنا ممكن اللي يحصل ده ما يبقاش ضرر، ممكن يكون ميزة، بالذات لو احنا بنتكلم عن بيزنس ريسك. الريسك ازاي بنحسبه؟ البوتنشال سيفيريتي اوف هارم، او اللي هو درجه فداحه او تاثير الخطر على الشخص او على المكان او على البيزنس، بيتضرب في اللايكليهود او احتماليه حدوثه، البروبابيليتي بتاع ان الحاجه دي تحصل. فحاصل ضرب الاثنين ده بنسميه ال ار بي ان،
ريسك بريوريتي نمبر او درجه اولويه الخطر. الهازارد ايدنتيفيكيشن او تعريف مصادر الخطر. What will I be using or doing؟ ايه الحاجة اللي انا حابقى بستعملها او بعملها؟ How much do I know about what I'm using or doing؟ ايه اللي انا اعرفه عن الحاجة اللي انا بعملها او بستعملها؟ ودي احد النقط اللي بتغير probability او likelihood بتاع حدوث احتمالية حدوث الخطر. فمثلا لو انا عارف ان احنا بنعمل عملية مثلا ان احنا شغالين work on heights، ناس تشتغل في اماكن مرتفعة، بس انا عارف ان الناس اللي عندي فريش ما عندهمش خبرة في اللي هم بيعملوه، فيبقى احتمالية حدوث الخطر اكبر من ان انا بستعمل ناس عندها خبرة. What factors or properties could there be that affect the level of hazard or not risk؟ ايه هي العوامل او المواصفات اللي ممكن انها تأثر على مستوى الخطر ده؟ وهنا مصدر الخطر، ومش بنتكلم عن الخطر نفسه. فلو احنا مثلا بنتكلم عن نفس مثال السلك العريان، ايه مدى او كم فولت ماشي في السلك ده؟ الفولت بيأثر على مدى السيفيريتي او فداحة اللي ممكن يحصل منه، فيبقى احنا محتاجين نعرف حاجة زي كده. Do I really have to do the work or task at all؟ هل انا فعلا مضطر ان انا اعمل الشغلانة اللي فيها خطر دي، ولا ممكن بكل بساطة اقول لا الشغلانة دي خطر فاحنا مش هنعملها، فنبقى مش مضطرين ان احنا نبتدي نصرف على ان احنا نحيد او نتخلص من مصدر الخطر. ودي احد النقط اللي احنا بنحتاج نعملها في الشغل. احيانا بيبقى بتعمل زي دراسة جدوى او feasibility study عشان تقرر مصاريف ازالة الخطر ده هل هي اكتر من ان انا ما اعملوش خالص. يعني ممكن ان انا ما اعملوش ده حاجة هتخسرني فلوس، بس ازالة المخاطر علشان اقدر اعمل العملية دي ممكن تكلفني اكتر من اللي انا هخسره هنا. فممكن اخد قرار قد يبان للناس ان هو قرار مش حكيم، ولكن هو قرار مبني على دراسة ان انا الموضوع ده هيكلفني اكتر من ان انا احقق النقطة دي. ودي من ضمن النقط اللي الشركات بتبص لها. فاحيانا بتلاقي شركات قررت توقف منتج، فانت نازل تدور على المنتج في السوق مش لاقيه، وتبقى انت مستغرب هم ليه ازاي وقفوا حاجه زي كده رغم ان المنتج ده كان مطلوب، وهو المنتج ده اتضح ان هو فيه مشكله، وتصليح المشكله بتاعه المنتج ده هتكلفهم اكتر من ما يستحق ان هم ينزلوا المنتج ده اكتر من كده. بعد كده can I substitute something less hazardous؟ اقدر ابدل اللي انا بعمله ده بحاجة الخطر فيها اقل. وبعد كده ببتدي ابص مين اللي هيتأثر بالعملية دي. اول حاجة الناس اللي بتعمل الوظيفة، فبنبص على مدى نضجهم وخبرتهم وصحتهم. هل فيهم حد بياخد أدوية معينة ممكن تأثر على الموضوع ده؟ الديسابيليتي، هل في حد فيهم عنده إعاقة؟ هل الوظائف اللي بيشتغلها ستات هل فيهم حد حامل؟ ودي من النقط اللي ابتدت الشركات تاخد بالها منها. موظفة في مصنع مثلا، في المصانع في أمريكا تلاقي أغلب العاملين في المصنع نفسه بيبقوا عاملات مكسيك او من امريكا الجنوبية، فيحصل ان واحدة فيهم حامل ومش مبلغة الادارة، او مفيش اجراء يطلب منها تبلغ الادارة انها حامل، فالجو في المصنع مثلا ممكن يكون حر، فيحصل ان او مشكلة متكررة ان واحدة من الستات دي حامل فيغمى عليها بسبب الحر او بسبب المجهود،
القانون دلوقتي بيسمح لها انها تطلب ان يتغير مكانها وما يأثرش الموضوع ده على مرتبها، عشان من حق الست انها تكون حامل. Others in the workplace، في ممكن يكون في ناس تانية موجودة في نفس مكان العمل، ممكن يكون في عندك موردين او عملاء موجودين في مكان العمل بتاعك، فلازم تبص عليهم، وغالبا دول بيبقوا مشكلة اكبر لان هم مش مدربين وما عندهمش الخبرة وما عندهمش النظرة اللي عند العمال بتوعك وعند الإدارة بتاعتك. بعد كده عندك cleaning and maintenance staff، الناس اللي بتيجي تنظف او الناس اللي بتيجي تصلح، والcleaning staff دول غالبا اغلب الشركات بتجيبهم ناس مش متعلمين او اقل في التعليم وبيبقوا كبار في السن، الناس ما يقدروش يشتغلوا وظيفة تانية، فبتكون النتيجة ان الناس دي عرضة لحوادث اكتر. والزوار الفيزيتورز، external including neighbors، ممكن يكون في عندك ناس ممكن تتأثر اللي هم جيرانك او جيران الشركة، فدي برضو لازم ضمن الحاجات اللي تحطها في حساباتك. طيب الحاجات اللي انا ممكن اقدر اشتغل عليها، ايه مدى الخطر اللي انا ممكن اقدر اتعامل بيه؟ فالconsequences severity، الconsequence اللي هو العواقب او الفداحة السيفيريتي، what could go wrong، الحاجات اللي ممكن تحصل غلط، what is the worst that could happen، ايه اسوأ ما ممكن يحصل. بعد كده likelihood او احتمالية الحدوث، how often must it be done، الحاجات دي المفروض تتكرر كل قد ايه، how many people do it، في كام شخص بيعمل الحاجة دي، is everyone doing it competent and trained، هل كل اللي بيعملوا الحاجة دي مدربين ومؤهلين. كل دي عوامل ممكن تغير الـ RPN أو الـ Risk Priority Number. فـ Where do our risk fit in the spectrum؟ الرسم البياني اللي هنشوفه ده بيوضح الريسك بتاعك مكانه شكله عامل ازاي، How likely، كل قد ايه ممكن يحصل، وهاو باد، قد ايه خطر. كل ما يتحرك في الاتجاه ده كل ما يبقى الخطر اللي عندك بيزيد، كده اقل في الخطورة واقل في معدل التكرار، وكده اكتر في الخطورة ومعدل التكرار، فاللي موجود هنا هو الأعلى. Evaluating the risk، تقييم الخطر، likelihood، فأنت بتقسمه إلى highly unlikely، الاحتمالية، غالبا مش هيحصل، possibly، محتمل، quite likely، احتمال بسيط، very likely، احتمال قوي. بعد كده severity أو الفداحة، أول حاجة slight harm، تأثيره تأثير سلبي ضعيف، injury affecting work، إصابة ممكن تؤثر على العمل، بعد كده serious injury، إصابة خطيرة، أو بعد كده possible fatality، احتمالية وفاة. زي ما احنا شايفين دلوقتي اللي قدامنا ده اسمه risk matrix. risk matrix ده بيسهل عليك ان انت تاخد القرار ايه مدى خطورة العمل اللي انت بتعمله. ده جاي من risk matrix 4x4، نفس اللي احنا عملناه قبل كده، ده likelihood وده severity، ماشي بالمنظر ده. زي ما قلنا كل ما يمشي كده كل ما يكون اخطر، فاللي احنا شايفينه ده غالبا بتلاقي المربعات دي لونها احمر، ده كده الهاي ريسك، بعد كده المنظر اللي انت شايفه هنا بالاخضر ده كده المودريت ريسك، وهنا ده المقبول، المفروض ده بيبقى لونه برتقالي وده لونه اخضر، غالبا في اغلب الريسك ماتريكس بيبقى شكله كده يعني. ده
بتحدد الطريقة اللي انت هتتعامل بيها مع الخطر او مصدر الخطر، زي ما قلنا انه يستحسن ان انت تتعامل مع مصدر خطر عن ان انت تتعامل مع الخطر بناء على شدة الخطر نفسه. دلوقتي اللي انتوا شايفينه ده ازاي بتحسب الخطر؟ ف اللي قدامك هنا ده اللايكليهود بتاعه 3 والسيفيريتي بتاعه 3، فبتطلع كده 9 بيتلقوا عند مربع التسعة، او حاصل ضرب الثلاثة في الثلاثة بيدي لك التسعة. فانت ممكن تستغنى عن ريسك ماتريكس لو انت عندك طريقة تحدد بيها ان ما بين رقم كذا الرقم كذا الخطر ده اسمه كذا، ومن بين كذا لكذا الخطر ده اسمه كذا، او يبقى عندك الريسك ماتريكس بالصورة اللي انت شايفها. التقسيمة زي ما قلت هنا insignificant، مش قوي، الخطر ده مش قوي. هنا دول التوليربل او ممكن ان انت تقبله، هنا significant يبتدي يبقى الدرجة عالية، وهنا اللي انتوا شايفينه هنا ده الان اكسبتبل او المستوى خطر غير مقبول. controlling the risk، ازاي بتتحكم في الخطر؟ unacceptable، stop doing it until improvements made. لو هو في الاحمر الـ unacceptable، هتوقف العمل لحد ما تحل المشكلة، تقلل الخطر ده الى حاجة مقبولة. لو significant، proceed with cautions. لو هو من الحاجات اللي خطرها عالي كمل شغلك، بس تاخد بالك، بس لازم تبقى عارف ان التحسين لازم يحصل، لازم في حاجة تحصل. tolerable، لو هو حاجة مقبولة okay to proceed but plan to improve، اعمل الشغلانة بس خليك عارف ان انت في عندك نسبة خطر يستحسن ان انت تحل المشكلة دي. insignificant، any improvement low priority، لو هو الخطر مش كبير فالتحسين مش مهم قوي. controlling the risk، decides measure to be taken، ايه هي لازم تقرر ايه هي الحاجات اللي انت هتعملها عشان تقلل الخطر. implement them according to priority، تبتدي تطبق الميجرز او الكنترولز وسائل التحكم اللي انت هتستعملها حسب الاهميه. confirm measures appropriate and work، اتاكد ان وسائل التحكم اللي انت بتعملها دي مناسبه وفعلا بتحقق المطلوب منها. قبل ما نكمل نخش على المونيتورنج، في حاجه في الريسك الكنترولنج الريسك كنترول سميها hierarchy of control. فبيبقى في عندنا هرم التحكم، في عندنا الانجينيرينج كنترول. الانجينيرينج كنترول ده اللي هو ان انت بتعمل حاجة في الديزاين او تصميم العملية، حاجة ميكانيكال تلغي الخطر ده. عندنا سلك عريان افصل عنه الكهرباء، انجينيرينج كنترول او تحييد. اعمل حاجة بتعدي من فوقيه فتأثر فتلغي تعرض الناس ليه. في المكن بيحطوا الحافظة او الجارد بتاع المكنة بحيث انها تبعد عن الناس، كل ده اسمه engineering control. في البريس ماشين، المكن اللي هو بتاع القطع، بيحطوا جارد قدامه او مانع بحيث ان مفيش حد صباعه يوصل عنده، كل ده اسمه engineering control. بعد كده في عندنا الادمنستريتيف كنترول. الادمنستريتيف كنترول ده اللي هو ان انت بتحط تعليمات، بتدي تعليمات للموظفين ازاي يتعاملوا مع الخطر الفلاني، وده تاني درجة. يبقى احنا على قد ما نقدر بنستعمل الانجينيرينج كنترول. الانجينيرينج كنترول ده
بيبقى مكلف واحيان كتير بيبقى مش عملي ان انت تستعمله. الادمنستريتيف كنترول ده اسهل ما يمكن ان انت تنزل تعليمات، مشكلة فعاليتها طبقا لو انت بتشتغل في مكان مالتي كلتشرال في ناس من جنسيات مختلفة بتتكلم لغات مختلفة، فالتعليمات دي بتبقى مش واضحة بالنسبة للناس اللي بتتكلمش اللغة الرئيسية او مش كويسين قوي في اللغة الرئيسية. الكلام ده بيبقى واضح جدا في الاماكن في امريكا وفي اوروبا وفي دول الخليج، لان الثقافات المختلفة والناس اللي جايين بيتكلموا لغات مختلفة. فلازم تلاقي حل ان انت تخلي الادمنستريتيف كنترول ده او الحل اللي انت بتستعمله ده، لازم تشوف طريقة ان انت تخليه يصل للناس كلها بشكل فعال. وبعد كده بتستعمل الانجينيرينج كنترول ادمنستريتيف كنترول، بعد كده بتستعمل السبستيتيوت او ترانسفير، استبدال او تحويل. سبستيتيوت او ترانسفير ده ازاي تستبدل العملية اللي كانت هتتم دي بعملية اخرى اسهل او اقل في الخطر، او تجيب ناس من بره تعمل العملية بدالك. ناس من بره ترانسفير، يبقى انت نقلت الخطر من منظمتك الى منظمة اخرى تتعامل مع الخطر بالطريقة اللي تمه. فده سبب ان انت تلاقي كتير من الشركات بتجيب موردين يعملوا حاجة انت شايف ان هو كان سهل ان هم يعملوها من الاول. هم عايزين يوفروا على نفسهم التعامل مع المخاطر اللي في العملية دي، فبيقوموا جايبين كونتراكتور او مقاول يعمل الشغل ده بدلهم. وبعد كده اخر خطوة واقلهم فاعلية اللي هي البي بي اي او لبس السيفتي المتعرف عليه، وده اخر خطوة او اخر خط دفاعي واقلهم فاعلية. خلاص بقى احنا عارفين ان المشكلة موجودة وهتحصل، هتحصل، بحاول البس الناس لبس يقلل تأثير الحادثة عليهم. احنا سيبنا الحادثة تحصل بس بنقلل تأثير الحادثة عليهم. واضح الموضوع ده الهيراركي اوف كنترول؟ واضح يا كابتن. بعد كده بعد كده المونيتورينج اند ريفيو، هنا مراقبه ومراجعه المخاطر. هو بس في حاجه ما بين حضرتك يا اتفضل شمس. يعني اللي اعرفه عن الهيراركي اوف كنترول، اول حاجه بيبقى فيه الاليمينيشن او الازاله او الاستبعاد، وبعد كده الريديوس او السبستيتيوشن ان انت بتستبدل ماده بمواد اقل خطوره، او مثلا ان انت يعني بتستبدل الحاجه الخطر ديت لحاجه اقل خطوره سواء كانت ماده او اي حاجه. وبعد كده رقم 3 في الانجينيرنج كنترول، وبعد كده رقم 4 في الادمنستريتيف كنترول، وبعد كده في البي بي اي دوت الهيراركي. طيب هو احنا ممكن ندي مثلا بسرعه عليه طبعا برضو هنقول بس ايه الهيراركي اوف كنترول برضو عشان نكون متفقين، هو مدارس مختلفه ولكن اللي احنا قلناه يعني ما يختلفش كتير. الفكره كلها ان اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي كنترول فعلي غير اللي انت كنت بتتكلم عليه دلوقتي، يعتبر methods of control مش الكنترول نفسه. فاللي انا بتكلم عليه دلوقتي على طول اللي هو الكنترول نفسه، اول نوع او اعلى نوع من انواع الكنترول اللي انت بتعملها اللي هو الانجينيرينج كنترول، دي حاجة ثابتة على مصدر الخطر زي ما انا قلت يعني من الاول خالص. ولا نعم يعني دي يعني دي اول حاجة. الانجينيرينج كنترول اقوى حاجه ممكن تتعمل. انا اقصد يا باشمهندس معلش انا بقول لحضرتك يعني انا لو ما عرفتش ان انا امنع اخذ الحل اللي بعده اللي هو الريديوس تمام، او الستابستيتيوشن تمام، لو ما قدرتش بقى اقلل اعمل ايه بقى؟ بروح جاي بقى ايه عامل الانجينيرينج كنترول او الادمنستريتيف كنترول. ممكن بس ندي مثل بسرعه عليه؟ اتفضل. ولا لما اخلص؟ لا
لا لا، هو انا بس اللي انا عايز اقوله ايه، اللي انا قلته في الاول خالص برضو زي ما انا قلت قبل كده، السيفتي عموما مدارس، ولكن اللي انا عايز اقوله زي ما انا قلت في الاول خالص، ان احسن حاجه للخطر انت في عندك هازارد اللي انت بتتكلم عنه لحد دلوقتي، انت بتتكلم عن الريسك واحنا بنتكلم عن الهازارد، انت بتتكلم عن انت بتتعامل مع الريسك اللي انت قررت ان انت هتتعامل معاه. انا بتكلم دلوقتي عن الهازارد اللي هو مصدر الخطر. مصدر الخطر احسن حاجه ان انت تعملها لتقليل الريسك ان انت تتعامل مع الهازارد نفسه. فانا دلوقتي أيوة. عندي مشكله، احسن حاجه من ان انا اريديوس او ان انا اعمل اي حاجه او اليمينيت، ان انا اتحكم في مصدر الخطر نفسه. فالريديوسنج والاليمينيشن دول كل دول انواع من انواع الانجينيرنج كنترول. اللي انا بقوله تاني، ان اخر او احدث مدرسه موجوده او اللي احنا بنتعامل بيه هنا في امريكا بالنسبه للاوشا، ان احنا بنقلل انواع الكنترول عشان تبقى سهله على الناس. فاعلى حاجه فيهم ان انت بتحيد مصدر الخطر ده بطريقه انت مش بتتعامل معاها. زي ما قلت كده، عندك سلك عريان بتفصل عنه الكهرباء، ده انجينيرنج كنترول، بتيجي للمصدر بتاع الكهرباء وتقفل الكهرباء ونقول ان المكان ده كله مش هيبقى فيه كهرباء لحد ما نخلص شغل، ده اسمه انجينيرنج كنترول. تمام. اللي هو هتلاقيه مشهور في شغل السيفتي، اللوك اوت تاج اوت او اللوتو ايا كان الناس بتقوله ازاي. تمام. فده يعتبر من انواع الانجينيرنج كنترول. خلاص، طالما اتعمل مصدر الخطر مات، ما بقاش موجود، ما بقاش فيه هازارد. هو افضل يعني افضل نوعين اللي هما الانجينيرنج كنترول والادمنستريتيف كنترول، هما افضل نوعين. يعني مثلا لو عندنا على سبيل المثال، مثلا معلش انا هعطلك، لو على فضل. سبيل المثال لو مثلا احنا شغالين في مصنع، والمصنع ده مثلا فيه ماكينة، والماكينة دي بتطلع نويز عالي، تمام؟ فهنا طبعا انا لا هعرف اعمل اليمينيشن ولا هعرف اعمل سبستيتيوشن، تمام؟ بنيجي بقى للحل ايه، رقم 3 و4، اللي هو الانجينيرنج كنترول والادمنستريتيف كنترول. طب هنعمل ايه بقى في كل واحده منهم؟ اول حاجه مثلا في الانجينيرنج كنترول هنضطر مثلا ان احنا نركب موس او مثلا جارد، ان هو بحيث ان هو يمنع الصوت او يقلله شويه، تمام؟ بعد كده بقى مثلا في الادمنستريتيف كنترول، ان انا مثلا هروح جاي مثلا مبدل عدد ساعات العمال، هقل عدد ساعات العمال، ده رقم واحد. رقم اتنين هبدلهم، تمام. جميل. رقم تلاتة ان انا هقيس النويز مثلا كل ساعتين مثلا، واشوف الشورت تايم اكسبوجر ليميت او الحد، يعني اي حدود العتبيه من هما الثلاثه دول، اللي هما الستيل والتايم ويتد افريج والسيلينج، تمام. جميل. وبعد كده اخر حاجه مع الانجينير كنترول والادمنستريتيف كنترول هستخدم البي بي اي. يعني انا كده يعني على قد ما اقدر قدرت ان انا اتحكم في المخاطر، زائد ان انا طبعا بعمل كشف طبي دوري عليهم، عشان برضو كل دوت برضو ادمنستريتيف كنترول، اخر حاجات قلتها دي. فكده ده طيب، صح ولا في لا اي انا حاجة؟ هقول لحضرتك على حاجه تاني، ارجع للنقطه بتاعت زي ما قلت لك كده، احنا بنقلل عدد انواع الكنترول. يعني في طريقتين او ثلاثه من الكنترول اللي انت بتتكلم عليهم ممكن يدمجوا تحت اسم واحد. فكل اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو الاليمينيشن والكلام ده كله، ده اللي انت بتحاول تاليمينيت ريسك. طب انت بتاليمينيت الريسك ازاي؟ او نبص الاول ان انت تاليمينيت الهازارد. اليمينيت الهازارد ده غالبا بتبقى حاجه انجينيرنج او حاجه بتعملها بطريقه هندسيه. فبقى كل دول اتحطوا تحت اسم الانجينيرنج كنترول في الاول خالص. طيب، طب لو محمد، انا هاجي على المثال، انا مش عايز بس اتافه في المثال، يعني اركز على اطلع لك المثال ممكن اتعامل معاه ازاي، ولكن اركز على نفس المثال كده، ان احنا نقول انا عندي المكنه اللي بتطلع نويز دي، فانا ممكن اعمل لها انجينيرنج كنترول من الاول عن طريق ان انا
اعزل المكنه دي في مكان مخصوص، او ان احنا بنركب لها رابر تحتها، او ان احنا بنتعامل معاها المكنه دي مثلا الاهتزاز بتاعها هو اللي بيسبب الدوشه، فانا لازم بحلل ايه سبب النويز العالي، وبعدين ابتدي اتعامل مع مصدر النويز او مصدر الصوت العالي اللي بيحصل منها ده. كل ده اسمه engineering control. تمام انا فاهم. انا بقول لك ابطال محمد، ابطال محمد اوضح لك بس وجهه نظره ايه. هو الكومون هيراركي اوف كنترول، اللي هي الكومون دايجرام اللي منشوره دايما على البوستد على الحيطان في الشركات وكده، باديه التريانجل بالاثنين اللي انت شرحتهم في الاول، اللي هو لو الريسك خلاص انا مش قادر اكنترولو او مش هقدر اسيطر عليه، فانا باخد قرار من البدايه بالاليمينيشن، فانا كده بكنترول الريسك بالاليمينيشن. ده ستيب نمبر 1 زي او عزل. تمام. ده هو ده غير الايزوليشن يا باشمهندس حضرتك. يعني أيوة. في اليمينيشن يعني لا اليمينيشن معناها يعني ان انت بتمنع الخطر، يعني ان هو ايزوليشن دي يعني حاجه ثانيه في اللوتو دي. تمام بالظبط. وتاني ستيب في تريانجل السبستيتيوشن، فهم بادينها من التو ستيبس اللي حضرتك قلت في البدايه خالص. انا ايه مش يعني مش هيبقى فيه بقى هدور على انواع كنترول وادرسها وغاليه وهتخسرني والحاجات دي، فببتدي اعمل اليمينيشن او سبستيتيوشن من الاول خالص. بس التريانجلز الكومن وصورها على النت والنازله بيها بوسترات باديه المثلث باديه المثلث من فوق خالص بالاليمينيشن، مش باديه بالانجينيرنج. هو عشان كده باشمهندس بيقول لك في حاجه اتغيرت يعني. لا هو يا جماعه تتكلموا كلكم في نقطه واحده، الاليمينيشن انت بتتكلم عنه كخطوه اولى، اعمل اليمينيشن استغنى عن هذا مصدر الخطر ده خالص، اشيله الموضوع. الكابتن محمد بيتكلم عن عزل مصدر الخطر مؤقتا لحين انهاء الاعمال، فبيستخدم له انجينيرنج كنترول ازال به مصدر الخطر بس ازاله مؤقته لحين انتهاء الاعمال ثم اعاده تشغيله. هفصل الكهرباء وامنع الكهرباء من المكان، اخلص الاعمال في المكان، ارجع الكهرباء. فهو اليمينيشن بس عن طريق انجينيرنج كنترول، فهو تداخل لعاملين في وقت واحد بس. هي دي النقطه اللي شايفها خلاف بينكم، ولكن في النهايه هي واحده. لا مفيش خلاف ولا حاجه ان شاء الله، مفيش خلاف. لا لا هو مش يعني خلاف مثلا... النقطه كلها ان انا بتكلم عن هازارد وانتوا بتتكلموا عن ريسك، هو بس ده الفرق. لا انا بتكلم عن الهازارد، يعني مثلا لو في مثلا صندوق، لو في مثلا برميل، في مثلا فليمابل مثلا ماتيريال جنب مكاتب او جنب مكان ممكن حد يرمي حاجه، فانا بعمل اول حاجه اليمينيشن، ان انا بشيل من مكانه وبحط في حته تانية. ما ده كده اهو الهازارد، ده كده مش ريسك ولا حاجه. انما الريسك ان انا بقى اعرضه لاي حاجه ممكن ان هي تعمل له اشتعال او كده. جميل. هو اللي انا بس عايز اقوله ان احنا اعتبرنا ان الانجينيرنج كنترول يشمل ان انا معلش يعني تاني، انا مش بقول ان اللي انت بتقوله غلط، انا اللي انا بقوله ان لا 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 مش قصدي، انا فاهم خلاص. انا بس فاهم بوضح نقطه انا بس بوضح نقطه ان فكره انا قررت ان انا هشيل البرميل، لو انا اعتبرت ان ده قرار سهل يعني اللي احنا بنتعامل بيه ان احنا بنعتبر ده انجينيرنج كنترول برضو، لان هيتم عمل دراسه عليه. البرميل ده كان هنا بيعمل ايه، انا محتاجه في ايه، انا استخدامه ده ممكن ابدله بايه، فده كله دراسه هندسيه بتعمل عليه. فكل ده اعتبرناه انجينيرنج كنترول. والبرميل ده اللي انا كنت بستعمله في مثلا نوع من انواع البترول عشان بستخدمه لتشغيل كذا، يبقى انا بدل ما بشغل المكنه دي مثلا بالبنزين بالظبط، هستخدم مثلا حاجه بتشتغل بالكهرباء. يعني انا اشتغلت عملت اوديت على مصانع، المصنع بالكامل بيشتغل بكمبريسور، الكمبريسور بيشتغل بالكهرباء. ليه؟ علشان هم مش عايزين يحطوا بنزين عندهم في المصنع في اي مكان، فاستهلاكهم في الكهرباء اعلى، ولكن القوانين بتاعه وجود مواد قابله للاحتراق عندهم مش متطبقه خالص. ليه؟ الكمبريسور اللي عندهم شغال بالكهرباء 100%، وكل المكن اللي عندهم في المصنع شغال بالهواء.
فهو حل لنفس المشكله بطريقه نقدر نسميها لو انت زي ما انت بتتكلم عليها كده elimination، ازال خطر المواد دي، او نقدر نقول عليها اتعملت دراسه هندسيه وبدل مكن بمكن، فده مازال يعتبر نوع من انواع الانجينيرنج كنترول. الفكره كلها ان تم دمج الثلاثه دول مع بعض لتقليل التفكير فيهم بس مش اكتر. يعني بدل ما انت تقعد تفكر كتير انا هحط دي تحت انهي بند، بتنهي الموضوع ان كل ده دراسه هندسيه يا جماعه المهندسين بتوع الشركه تعالوا شوفوا حلوا لي المشكله دي. اول ما المهندسين يقولوا لك ما عندناش حل ليها تبتدي تبص للادمنستريتيف كنترول. تمام تمام يا باشمهندس. تمام يا ابطال اتفضل كمل. بعد كده المونيتورنج، انت في عندك اللايف نيتشر اوف اسسمنت، ايه هو طبيعه التحليل او تقييم الخطر. بعد كده possible modification to procedure، ايه التغييرات المحتمله اللي انا اقدر اعملها للاجراء. بعد كده الريفيو المراجعه، identifies changes to procedure، بتحدد بيها التغييرات في الاجراء. possible modification to assessment، ايه هي التعديلات المحتمله للتحليل او التقييم. كده احنا نعتبر عدينا على الريسك اسسمنت برضو سريعا. احب بس اضيف ان في حاجه اللي هي اسمها ايه، تعتبر من اللي بتستخدم في تحليل المخاطر. في طرق كتير قوي لتحليل المخاطر، من ضمنها الريسك اسسمنت، من ضمنها الاف ام اي اي اللي هي فيلير مود اند افكت اناليسز، بتضيف فيها بس التاريخ تاريخيا مدى تكرار الحاجه اللي حصلت دي، سواء عندك في الشركة أو في الاندستري معروفة مثلا أنها بتتكرر كل قد كده. فالـ RPN بيتضاف له بيبقى حاصل ضرب ثلاث عوامل، اللي هو الـ Severity والLikelihood زائد مدى تكرارها أو الفريكونسي بتاعها اتكررت كم مرة قبل كده. في طريقة تانية اللي هي الهايرة HIRA Hazard Identification and Risk Analysis، انت بتعمل الاول، ودي الطريقه اللي انا عموما شخصيا انا بفضلها، وهي طريقه انجليزي اكتر منها امريكاني. انت بتشتغل على الهازارد اكتر من ما بتشتغل على الريسك. يعني انا بعمل سجل بمصادر الخطر اللي عندي، وبعد كده ببتدي اتعامل معاهم كمصادر. المصدر اللي انا مش هقدر اتعامل معاه كمصدر ابتدي اتعامل مع الريسكس بتاعته. يعني ابتدي ان انا حددت مصادر الخطر وما عملتش ريسك اسسمنت لسه، واتعامل مع مصادر الخطر. في مصادر خطر مش هقدر اعمل لها حاجه، دي ابتدي اتعامل مع الريسك بتاعها. يعني مثلا عندي تانك وقود في المصنع مش هقدر اعمل حاجه انا محتاجه، فخلاص يبقى نبتدي نشوف ايه المخاطر اللي ممكن تحصل بسبب تانك الوقود ده. ممكن تحصل حرائق فنبتدي نعمل حاجات تمنع الحريق ده، ممكن يحصل تسريب والتسريب ده يحدث تلوث، فنبتدي نعمل حاجات تتحكم في التلوث ده لو حصل. يعني نبتدي نبص على الريسك اللي ممكن يحصل بسبب الهازارد اللي انا ما قدرتش اعمل له حاجه، وابتدي اتحكم فيهم واحد واحد لوحده. تمام. في طرق تانية كتير قوي احنا يعني مش هنقدر نذكرها كلها. كل شركه او كل منظمه بتحدد الطريقة اللي هي بتشتغل بيها. أنا شخصياً بفضل طريقة، غيري بيفضل طريقة تانية، ما نقدرش نقول في طريقة أحسن من طريقة. في طريقة أنا متعود عليها وغيري متعود على طريقة تانية. الموضوع بيختلف من شخص لشخص، من منظمة لمنظمة. موضوع بس بيفرق، أنا مثلاً واحد لما بروح شركة أنا اللي بحط لهم هيستعملوا إيه، فأنا بحط الطريقة اللي أنا شايفها أكثر فاعلية. لو انت بتشتغل في شركه هم حاطين لك طريقه، فانت غالبا مش هيبقى من حقك ان انت تقول لا الغوا اللي انتوا بتعملوه واعملوا الطريقه اللي انا بفضلها. تمام. الا طبعا لو مسموح لك بالاقتراحات، او انت في الاداره في المراجعات بتاعه الشركه لقيت ان الطريقه اللي انتوا بتستعملوها غير فعاله فيستحسن نبدلها بطريقه
اكثر فاعليه، فانت بتنقل لهم خبرتك ان الطريقه اللي احنا كنا بنستعملها في مكان قبل كده اكثر فاعليه وما كانش عندنا المشاكل اللي بتحصل. اي اسئله بالنسبه تاني للريسك اسسمنت؟ طيب الريسك اسسمنت زي ما انا قلت مهم جدا يتعمل سواء اي طبعا الريسك اسسمنت ممكن يتعمل بالنسبه للشغل يعني كبزنس عموما، او بتعمل ريسك اسسمنت للمخاطر بتاعه العمل. فانت بتعمل ريسك اناليسز للشغل نفسه للشركه والبزنس كله، زي ما قلنا انت بعد ما بتعمل البيست اناليسز او السوات اناليسز تبتدي تشوف نقاط الضعف ونقاط التهديد، وبعد وتعمل لها ريسك اناليسز وتشوف الكنترول او التحكم اللي انت هتعمله للمخاطر دي. ودي تاني نقطه كده احب يعني ااكد عليها بخصوص مكانك بالنسبه للمواصفه وبالنسبه للايزو في الشركه عندك. انت يا اما استشاري بتحط السيستم انت مدير جوده او انت الشخص اللي بيحط سيستم الجوده او سيستم السيفتي عندك في الشركه، او انت موظف في الشركه في عندك سيستم بتطبقه، او انت اوديتور بتعمل اوديت عليه، او انت مجموعه من دول يعني انت الشخص اللي حطيت السيستم وانت اللي هتبقى بتعمل الاوديت. ايا كان الكلام ده مكانك بيختلف وطريقه تاثيرك على الموضوع ده بيختلف حسب مكانك في الشركه. تمام. وطبعا الاقوى من كل دول ان انت تبقى شخص جاي من بره مش على درايه بسيستم الشركه بشكل كافي وجاي تعمل اوديت عليهم. هنا دي النقطه اللي بتظهر فيها الخبره بقى، ازاي انت الشخص اللي جاي من بره ومش على درايه كامله بالشركه ورغم كده تقدر ما زلت تكتشف الاخطاء اللي هم بيعملوها عن طريق ان انت تطبق اوديت بلان مظبوط، وعن طريق ان انت تكون شاطر في ان انت تستخدم الايفيدنس اللي موجوده او الادله اللي موجوده حواليك في ان انت تكتشف مصادر الخطا ده. والخطوه اللي اصعب من كل دول ان انت بعد كل ده في الليزون ميتنج او الواش اب ميتنج وانت بتتعامل مع الاوديتي او الشركه ممثلين الشركه اللي انت بتتعامل معاهم تقدر تقنعهم وتاخد موافقتهم على الخطر ده او النون كونفورمنس عدم المطابقه اللي موجوده، وان انت تقنعهم ده ممكن ياثر على الشركه في كذا وفي كذا وفي كذا. تمام. اي حد عايز يسال اي حاجه بالنسبه للكورس ليد اوديتور ايزو 45001 احنا كده خلصنا، نعتبر خلصنا الكورس. اي حد عنده اسئله او عايز يضيف حاجه؟ لا انا بصراحه انا عايز يعني اشكرك جدا على الطريقه السهله بتاعه شرح الريسك اسيسمنت والاوديت تكنيك. عايز اضيف بس حته ان الشركات دلوقتي بالنسبه للريسك اسيسمنت ابتدت تعمل ريسك ريجستر، يعني كل ديبارتمنت عنده شويه اوبريشنز بيعملها ف اوريدي بتعمل لهم ريدي ميد ريسك اسيسمنت بالعملية اللي هو بيعملها ويبقى اسمه ريسك ريجستر، وهو قبل ما بيعمل العملية دي بيطلع الورقة بتاعت الريسك اسيسمنت بتاعته اللي عملها له الشركة كجايد، يبتدي يراجع اللي فيها ويشتغل عليها. ده اسلوب كويس، وفي نفس الوقت لازم ياخد حرصه ان مش في كل مرة الظروف بتتطابق. فاللي بيعمل الاوديت ما بيلاقي ان الشركه عامله سيستم ريدي ميد للريسك اسيسمنت للموظفين يشتغلوا عليه على طول من غير ما هم بنفسهم يعملوا الريسك اسيسمنت، لازم الاوديتور ياكد ان ايه ان الموضوع ده افكتيف، وان هو مش بياخد الورقه دي بس ويفايلها مع بقيه الورق ان الريسك اسيسمنت اتعمل وخلاص، لا ده لازم يراجعها لان مش في كل مره بتتطابق الظروف 100%. يعني ممكن النهارده انا بعمل نفس الشغلانه دي الاقي ظرف تاني ان عندي مثلا المكنه اللي كنت بعمل عليها نفس الاوبريشن في المصنع صدف ان انا جنبها ستوك دلوقتي متخزن عامله ديستربنس للعمال ما كانش موجود ده امبارح. بس ده اللي حبيت اضيفه. يعني هو بس اللي انا عايز اقوله ان دي بالنسبه ل 45001 ده نون كونفورميتي صريح،
لان دلوقتي 45,000 واحد بيشترط مشاركه العاملين في تحديد المخاطر والتعامل معاها. فلو هم هو شاركوا ما من عندوش البدايه ريكورد وعملوا لازم ريسك يكون في عندك حاجه تدل على ده. العاملين نفسهم او ممثل العاملين شاركوا في تحديد المخاطر اللي هي الريدي ميد دي، يكون العاملين شاركوا فيها من الاول. او شركات تانية، ودي الطريقه اللي انا كنت بفضل اعملها، احنا بنحط الهازارد ريجستر، احنا بنقعد سوا نحط الهازارد ريجستر والعاملين يعملوا ريسك اسسمنت بنفسهم. انا اقصد يعني مش مطلوب منه يعمل ريسك اسسمنت الا لو الهازارد ده عالي بس كده. اقصد يعني لو الريسك ريجستر موجود في الشركه اللي طالبه 45,000 واحد، ده هيحتاج ديب انفستيجيشن يعني، ولا هيبقى نون كونفورميتي على طول؟ هيحتاج ديب انفستيجيشن، هل هو عنده حاجه تثبت ان العاملين شاركوا فيه ولا لا. وريني طبعا. انت العاملين اللي عندك شاركوا في تسجيل المخاطر دي وتسجيل اسلوب التحكم فيها ولا لا. ماشي، هيقول لي ما هو شاركوا، احنا قعدنا كلنا وحطيناهم في الاول. فين الدليل؟ وريني الدليل. انا عايز دليل ده تم. هيبقى ايه مثلا اوبجكتيف ايفيدنس في حاجه زي كده؟ اول حاجه طبعا الانترفيوينج، ممكن تسال العاملين. تمام، دي حاجه. تاني حاجه، يعني مثلا احنا بنعمل ريكورد، بنبعت زي فورمه للعمال، كل واحد يسجل مقترحاته بالنسبه للشغل بتاعه والمخاطر اللي بتاثر عليه، واقتراحه بالنسبه لازاي نتغلب على المخاطر دي، سواء بالنسبه للبيزنس او الورك انفايرمنت. يعني ممكن نقول مثلا، وبنعمل عليها حتى في كتير من الشركات، بنعمل عليها زي كايزن بروجكت، مشاريع تطوير سريعه، اللي هو يعني في انت تعمل في ال 45,000 واحد، يعني لازم ابص على مثلا ريكورد انه عمل هازارد سيرفي مثلا مع العمال. مثلا بالظبط. ملوش طريقه محدده. كل شركه ممكن تجيب الكونتريبيوشن ده بشكل معين. يعني مثلا ممكن تلاقي شركه تقول لك انا عندي في ممثل العاملين اللي منتخب منهم، او اللجنه المنتخبه من العاملين ان هي تشارك في الكلام ده، شاركت في الاجتماع الفلاني، وده المينتس اوف ميتنج اللي هو سجل الاجتماع اللي تم، وتم فيه مناقشه الخطر الفلاني والفلاني الفلاني. دي طريقه تانية. المهم ان هو يكون في عنده ايفيدنس ان الناس دي شاركت في الريجستر ده. بالظبط. ايه شكل الايفيدنس؟ هو عموما الريجستر دايما بيبقى مفتوح، بيبقى سايب له فورمه بلانك بيقول له فيها جايدنس وراها، بيقول له فيها ازاي تعمل ريسك اسسمنت فروم سكراتش، علشان لو ظهرت له اوبريشن جديده او ظهرت له كيسه جديده فيها ريسك يعني. ايوه. بس بجد الله ينور يعني. وعليك يا باشمهندس. هي بس نقطه سريعه كده برضو نعدي عليها سريعا. كل اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، برغم ان هو علم وعلم دقيق وبيدرس وجامعات بتدرسه، ولكن النقطة اللي أنا بس عايز أقولها علشان نشيل رهبة الريسك أسسمنت اللي بتتعب الناس في إن هو يتعمل. ريسك أسسمنت حاجة أصلاً common sense، حاجة كلنا بنعملها كل يوم 1000 مرة في اللاوعي. أنت وأنت سايق عربيتك بتعمل ريسك أسسمنت 100 مرة وأنت سايق، بس أنت مش عارف. كل اللي احنا بنقوله ده مجرد طريقة how to document the risk assessment، أنت إزاي تسجل ان انت عملت ريسك اسسمنت. انما انت وانت سايق عايز تخش بعربيتك يمين في الشارع اللي جاي يمين، انت بتبتدي تفكر ايه المخاطر اللي ممكن تحصل. ممكن الاقي عربيه جايه من طالعه من الشارع اللي انا عايز اخشه، ممكن عربيه معديه في يميني فانا اخبطها، ممكن الاقي بني ادم بيعدي الشارع. فبتبتدي تشوف هاو تو اليمينيت ذا ريسك، فبتبتدي او تقلل الريسك، فبتبتدي تكومينيكيت اللي انت هتعمله، بتدي اشاره عشان توضح للي جايين من وراك او للي جايين من يمينك ان انت داخل يمين، تاخد الحاره اليمين عشان ما يبقاش في حد جاي يمينك، بتهدي السرعه علشان لو في حد طالع من الشارع تاخد بالك منه. كل ده ريسك اسسمنت انت عملته جوه دماغك في ثواني،
من غير ما انت تبقى عارف ان انت عملت ريسك اسسمنت. الشارع ده دايما زحمه، والريسك بتاع ان انا اقف في الاشاره ساعتين ما اناش داخل اصلا اليمينيشن. بالظبط بالظبط. فكل دي حاجات كومن سنس، انما النقطه كلها زي ما هنا الناس دايما بتقول، بيقول لك كومن سنس از نوت سو كومن، المنطق مش حاجه عند كل الناس، مش كل الناس بتفكر بشكل منطقي، فبيضطروا يدوا طريقه التفكير المنطقيه في شكل علم عشان الناس تشتغل بيها. في نفس الوقت اللي انا عايز اقوله، احنا عموما اذكياء كفايه، وكل اللي احنا بنقوله ده حاجات اصلا اختراع العرب. يعني منطق الريسك اسسمنت ده كله اللي اخترعوه العرب من حوالي 1000 سنة. للاسف احنا لم نتناقله كعرب، وهم اخدوه مننا وطوروه بقى علم احنا بناخده منهم تاني. فهو شيء منطقي جدا بالنسبه لنا، الفكره كلها انت ازاي تحطه على ورق. هو ده الصعوبه في الموضوع، ان انت تحط الحاجه المنطقيه دي في الورق. تهيألي الريسك اسسمنت كده واضح. انا كان مهم بالنسبه لي بس ان انا اشيل رهبته من عند الناس. الناس بتبقى قلقانه من كلمه ريسك اسسمنت، انما قصه ابسط ما يمكن يعني. تمام، اي اسئله تاني؟ اي اضافات؟ اوبن بعد اذن حضرتك يعني. اتفضل. يعني انا كنت يعني اولا احنا بنشكرك على مجهودك وعلى وقتك. العفو. وكتر خيرك والله العظيم، يعني الشرح جميل ووافي وبسيط، والمعلومة الحمد لله وصلت يعني كويس جدا قوي يعني. ربنا هو بس الواحد والله العظيم بجد ربنا يبارك لك والله. بس يعني احنا كنا طالبين لو حضرتك بس تتكلم عن الاكسيدنت اناليسيز والكي بي اي، الكي بيرفورمانس انديكيتور، عن قياس اداء اداره السلامه، وعن تحليل الحوادث. يعني شوف الايام اي وقت يعني يناسب حضرتك. تمام، يعني لو تقدر تكلمنا على الحاجتين دولت يعني يبقى كتر خيرك جدا يعني. خلاص ان شاء الله احنا هنرتب برضو مره تانية نتكلم فيها عن الانسيدنت انفستيجيشن والروت كوز اناليسيس، اللي هو تحديد السبب الرئيسي او السبب الاساسي للحادثه، للدايركت والاندايركت اكسيدنت. ونبقى نشوف مره تانية برضو نتكلم فيها عن الكي بي ايز او الاوبجكتيفز، عشان كتير من الشركات دلوقتي بطلت تتعامل بالكي بي اي. الكي بي اي اكتشفوا انها حاجه مش عمليه، والموظفين بيتلاعبوا او بيتحايلوا عليها. صح. كتير من الشركات بطلت تتعامل بالكي بي اي وابتدت تتعامل بالاوبجكتيفز. بس هي موجوده تقريبا في الايزو؟ لا، الايزو بيقولوا مش موجوده في 45001 ولا في اي ايزو. ما فيش ايزو بيقول كي بي اي، الايزو بيقول اوبجكتيفز. طريقه من طرق تحليل الاوبجكتيفز هي الكي بي اي، انما الاوبجكتيفز عموما ممكن تتحط في اي صوره من الصور. تمام. مفيش اي ايزو بيحدد ان انت تستخدم طريقه الكي بي اي. تمام. ماشي. طيب المعلومة الأخيرة بالنسبة للامتحان، هبعت لكم لينك على الجروب بتاع الامتحان اللي عايز يخش يمتحن. نصيحة برضو، خدوا الامتحان في مدة لا تزيد عن 3-4 أيام، وهي المعلومات لسه فريش في دماغكم. اللي عايز يمتحن يعني في خلال 3 أيام، اللي عايز يمتحن بالعربي دوني 3-4 ايام ان شاء الله. انا اتكلمت اوريدي معاهم، هم اوريدي في عندهم ناس حتى غيري معتمدين في العربي، وهم مقتنعين اصلا اللغه العربيه لغه معتمده من اليو ان ولغه معتمده في الايزو، فشايفين ان شيء عادي جدا طالما عندهم عملاء عايزين لغه عربيه فالموضوع وارد جدا. بس الموضوع لان في بنك اسئله كامل هيترجم حوالي اكتر من 500 سؤال، عشان الامتحان بياخد اسئله راندوم،
فبنك الأسئلة محتاج يترجم. وعلشان نبعد عن الجوجل ترانسليشن فهناخد شوية يعني ممكن القصة 3-4 أيام على ما نحدد لكم نبعت لكم لينك الامتحان العربي. تمام؟ طب ممكن من حضرتك شخص عايز الامتحان أؤمر؟ طيب طب ممكن ممكن حضرتك تكلمنا عن الشهادة بتاعت Certified Quality Audit، تكلمنا ليها شوية كده. والله هي شهادة الـ CQA، شهادة هو طبعا الشهادة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي والامتحان اللي احنا بنتكلم عليه ISO 45001 Lead Auditor. تمام؟ انا ما زلت انصحكم حاليا ان انتوا اللي هيشتغل سواء في اي حته في الميدل ايست في الخليج او في مصر ياخد الشهادات منفصله، لان مازال انت بتتعامل مع ناس شغاله بالمنطق القديم. شهاده السي كيو اي شهاده في الاوديت عموما قد تكون اصعب شويه من بقيه الشهادات بتاعه الايزو، لان فيها عمليات حسابيه اكتر، وازاي تقدر تتعامل مع الاناليسس وتراجع الاس بي سي اللي هي ستاتستيكال بروسيس كنترول، علشان دي من ضمن الحاجات اللي بتستخدمها شركات كتير خصوصا في امريكا اللي شغاله بنظام السكس سيجما، بيشتغلوا بنظام حاجه اسمها اس بي سي ستاتستيك بروسيس كنترول، فبيشتغلوا كل حاجه عن طريق الاحصاءات. ف اصعب شويه لان فيها عمليات حسابيه، ولكن كشهاده هي شهاده واحده، المفروض ان انت طالما خدت الشهاده دي انت تقدر تاوديت اي نظام لو انت قريت المواصفه او قريت النظام، لان هم عاده هنا برضو كلامهم انت لما بتيجي تعمل اوديت مش بتعمل اوديت اجينست المواصفه، مش بتعمل اوديت على المواصفة تطابق مع المواصفة، انت بتعمل audit على تطابق الـ implementation او التطبيق بالسيستم اللي موجود. فأي حد internal auditor انت مش مهم تبقى عارف المواصفة، انت المهم تبقى عارف السيستم اللي انت بتعمل عليه audit. اي حد external auditor لازم يكون عارف المواصفة كويس، فحتى لو معاه CQA لازم بياخد دورة في المواصفة نفسها اللي هي من الإيركا. يعني مش لازم إيركا، انا شرحت الكلام ده قبل كده. انا واحد من الناس، اكون واضح معاك، اول ما ابتديت في العالم بتاع الايزو والكواليتي اتقال لي كده ان الإيركا هي المكان الوحيد المعتمد. الكلام ده طلع بلح، معتمد من البي اتش اي. عم بقول لك الكلام ده طلع بلح، ومفيش حاجه اسمها ان الإيركا هي المكان الوحيد المعتمد. في مئات الاماكن المعتمده تدي الكورسات، وفي مواصفه بتاعت الايزو اللي بتعتمد الاماكن اللي بتدي الكورسات دي اسمها 17021. المواصفه دي اي مكان واخد الايزو 17021 وكورساته معتمده من حقه يديلك شهادات ان انت اوديتور. فكلام ان الاركا هي المكان الوحيد اللي معتمد يدي كورسات الايزو طلع اي كلام، والاماكن اللي واخده 17021 كتير. تمام تمام. فبرضو الجملة دي بتاعت ان الإيركا هي المكان الوحيد المعتمد جملة مشهورة جدا كانت بتتقال في مصر، معرفش مين مصدرها، تقريبا حد كان واخد توكيل الإيركا. فلما ابتديت اتعامل مع الموضوع بمستوى احترافي، ما بالضبط كده، لما ابتديت اتعامل مع الموضوع بمستوى احترافي اكتشفت ان ده اي كلام. من باب العلم بالشيء برضو، الإيركا أو الـ CQA شهرتها في الميدل إيست بس، عشان أكون واضح معاكم برضو. يعني لو أنت في أمريكا وقلت للناس أن أنت حصل على شهادة من الإيركا، كأنك بتقول لهم أنا حصل على شهادة من معهد كذا في مصر، ما يعرفوهاش أصلا. تمام؟ قول الكلام ده مثلا في اليابان، أنا حصل على شهادة كذا من الإيركا ولا سمعوا عنها. قول الكلام ده مثلا في ايطاليا ولا سمعوا عنها. الميدل ايست الشرق الاوسط هم بس اللي بيقولوا الكلام ده على الاركا. تمام. برضو دي نقطه برضو حطوها في حساباتكم بالنسبه للي عايز يشتغل بره مصر، ان
لو انت هتشتغل بره مصر بطل تتعامل بطريقه التفكير المصري، هتلاقي نفسك صعبت على نفسك وصرفت مصاريف زياده لمجرد ان الاركه توكيلاتها بالمنظر الفلاني بس مش اكتر. انت بتدفع اسم تمن براند مش تمن الحاجه اللي انت بتعملها فعلا ولا تمن قيمتها المطلوبه في السوق. انا مش بعيب في اللي مطلوب في السوق، يعني انا واحد من الناس واخد شهادات من حاجات غير الاركه. لما حد بيقول لي طب ليه ما خدتش الاركه، عشان انا ما خدتش الاركه عشان انا فاهم انا بعمل ايه بس. ف ابطا محمد الاي بي ده اللي انا بقوله، الاي بي اس ما بتبعتنا ايزو، ما بتبعتناش اركات خالص، بتبعتنا اس جي اس مثلا، يعني مثلا متهيألي اس جي اس اقوى من اريكا في موضوع الاوديتنج ده وكل حاجه. والله طبعا مش شرط والله غالية جدا يعني، برضو احيانا برضو اللي انا عايز اقوله ايه، الاس جي اس عشان شركه امريكيه زيها زي الاي بي اس، ف بيتعاملوا مع بعض ممكن يبقى هم بالظبط اعترافهم بيها اكتر غالية قوي عشان يعني. الاركه عشان منظمه انجليزيه، فبالنسبه للاي بي اس ملهاش اي قيمه بالظبط كده، يعني الموضوع نسبي وماركت شير بس لا اكثر ولا اقل بالظبط مش اكتر بالظبط. فاللي انا عايز اقوله ايه، ان الشهاده اللي احنا برضو نقطه تانية، الكورس اللي احنا عاملينه انا متفق مع المنظمه اللي انا بقول عليها يو اس كيو سي دي، ان احنا بناء على الكورس اللي اخدناه هنقدر نعمل امتحان. اغلب الاماكن بتاعه الاركه او بتاعه الاس جي اس مش هترضى تعمل لك امتحان لوحده من غير كورس. اما احنا الكورس اللي احنا خدناه يعتبر بالنسبه لهم كورس معتمد، عشان انا مدرب معتمد عندهم، ما يخصهمش بقى انا خدت فيه فلوس ولا لا، دي قصه بتاعتي انا. يعني انا بحاول الحضور بالكورس المعلومه والخبره للناس. نعم هتديهم سجل حضور بالكورس ولا اي حد في الجروب مثلا ما حضرش الكورس هيخش على اللينك ويسجل ويخش الامتحان؟ والله اللي عايز يخش الامتحان، لان انا احنا سجلنا المحاضرات والمحاضرات دي هنعرضها، يعني اللي مواعيده ما كانتش متوافقه معانا وعايز يسمع المحاضره وبعدين يخش يمتحن عينينا ليه يعني. تمام. ممكن برضه نعرض اللي انا هطلبه اللي عايز يمتحن نعرض شكل للشهاده بس يا ابطال برضه، يعني شكلها ايه الشهاده اللي بتطلع؟ ما فيش مشكله، هبعت لكم شكل الشهاده على الجروب. الناس اللي عايزه تمتحن يا ريت تبعت لي اسمها بس، علشان انا يعني هيبقى ده سجل الناس اللي حضرت الكورس، وهبعت لكم اللينك، هبعت لهم اللينك بتاع الامتحان خش يمتحنوا. تمام. الحصول على الشهاده دلوقتي. تمام اتفضل. انا بتكلم على ان حصولك على الشهاده ليها علاقه بان انت تنجح في الامتحان، وده شيء مش صعب زي ما قلت كده. الامتحانات الامريكاني اسهل كتير من الامتحانات الانجليزي بالنسبه لشركه زي يو اس كيو سي. انا بني ادم عندهم معتمد، فهم واثقين في طريقه تدريسي للكورس، انا اللي بامتحن كمدرب، فهم خلاص واثقين في طريقه تدريسي للكورس، فهم بس عايزين يتاكدوا ان الشخص اللي حصل على الكورس ده انسان كان مركز في الكورس، يعني مش مجرد انسان راح نام في الكورس ويقول انا عايز اخد الشهاده. فبمجرد ما بتمتحن، والامتحان ان شاء الله مش صعب، بتاخد الشهاده، بيبعت لك تمبري سيرتيفيكت، بيسموها اونلاين سيرتيفيكت او الكترونيك سيرتيفيكت، شهاده تقدر تتعامل بيها اونلاين وليها رقم مسجل على الويب سايت بتاعهم واكريديتد، وفي نفس الوقت بعد مده، لان الشهادات طباعتها وتسجيلها وشحنها بياخد وقت، فبعد فتره بتوصل لك الشهاده غالبا. عشان اوفر عليكم كمان مصاريف شحنها، احاول اسهل عليكم ان حاجات تتشحن عليا هنا في امريكا، شحن يجي داخل امريكا ببلاش، بره على حسابك، بره امريكا على حسابك. فعندي ناس بتسافر مصر كل فتره، ممكن ابقى ابعت لهم معايا، ابعت لكم الحاجه معاهم، توفر عليك حوالي 30 دولار، ما بين 30 و 80 دولار على حسب سرعه الشحن. تمام. ده بالنسبه للناس اللي في مصر. بالنسبه للناس اللي في السعوديه اللي عايز يشحن الشهاده نشحنها، ما فيش مشكله. والله يا ابطال محمد، دي خدمه فايف ستار خالص يا ابطال محمد.
يا باشمهندس انت تؤمر، اللي عايز بس الشهادة وعايزها فين يا ريت يبعت لي عشان اسجل وابقى عارف احنا هنعمل ايه. انا هكلم حضرتك على الواتس لان انا خرجت اصلا من المجموعه لان لقيت ما فيهاش تفاعل، فخرجت طبعا من المجموعه. تمام، هكلمك تمام ما فيش بيرسونال مشكلة. كده على ال... هكلم حضرتك على الواتس. تمام، وفي بقى حاجه كمان بقى، يعني معلش، في اللي هو الكتاب اتفضل اللي هو الامرجنسي ريسبونس جايد بوك اللي هو 2020 ده. باشمهندس جروب ايه اللي ما فيهوش تفاعل يا باشمهندس؟ بتتكلم على لا الجروب لا ايه اللي جروب باشمهندس الواتس. محمود مش معانا، مش معانا على الجروب بتاع كيو اي انا يا طلع. باشمهندس هيثم، عشان كده هو على انا جروب بحسب تاني. بيتكلم على كيو اي. ده الناس بتقول لي يا جماعه خفوا كفايه. شويه علينا، الموبايلات اتملت. خلاص، زفنا يا ايوه باشمهندس، ده جروب تاني. معاكم. خلاص ان شاء الله. تمام. خلاص وان شاء باشمهندس، الله. لينك الحلقه، لينك المحاضره بتاعت امبارح ما نزلتش على كيو اي، بعد اذنك بس لو تقدر تبعتها لنا. لسه انا ما رفعتهاش. انا كنت مستني نخلص محاضرة النهاردة، هداونلود الاتنين لان هما بتتسجل على السايت بتاع البرنامج اللي احنا بنعمل بيه المحاضرة، فهنزلها وبعدين ارفعها على، هشوف بقى لسه ايه المتاح، هرفعها على جوجل درايف او اليوتيوب وابعت لكم اللينك ان شاء الله. إن شاء الله. تمام، شكرا جدا. تمام، بالمناسبة العفو. هو المهندس محمود استعجل واعتبر إن الجروب بتاع محترف السلامة غير متفاعل، وإحنا كنا بنحضر لهذا الكورس، فهو دلوقتي خرج نفسه من الجروب بتاعي أنا والمهندس أحمد سمير، وهيخش على جروبنا التاني اللي هو كيو اي مارين. يعني هو طالع من هنا رايح هنا، هو نفس الجروب يعني. لا يا فانا باشمهندس ياسر، والله شايفك انا اصلا استعجلت شويه يا باشمهندس، استعجلت وقلت تفاعل وخدت بعضك وطلعت. وقعت يا حلو، وقعت يا حلو. دايما مستعجل. لا والله يا باشمهندس رايح مننا لينا، فمش فارقه ان شاء الله. لا والله يا باشمهندس ياسر، يعني انا اصلا كنت ادمن وكنت عارف ان في محاضرات هتتعمل، لان في واحد صاحبي يعني كلمني وقال لي ان هنعمله في القبطان محمد، هو اللي هيدينا كورس الايزو وكده. تمام فقلت له طب بالنسبه للجروب دوت، الجروب يعني ما حدش ولا بينشر ملفات ولا بيتكلم ولا اي حاجه. لا محمد، اقوله انا طبعا على الجروب ده وعلى الجروب ده، وبينشر اللي بينشره هنا بينشره هنا، والجروب تفاعل واشتغل، لكن هو كان لسه معمول جديد، ما كانش بقاله 10 12 يوم يعني. حضرتك استعجلت بقى. تمام. لا اوكي، بس ده كان في حوالي 250 واحد يعني. ما هو دول كلهم دخلوا في 3 ايام يعني. طيب عموما اللي فيه خير ربنا يعمله يا باشمهندس ياسر. إن شاء الله، إن شاء الله. الله يبارك لك، ربنا يحفظك يا رب. ربنا يكرمكم كلكم ويكرمنا بيكم. الله يبارك حضرتك يا باشمهندس. أبطال محمد هيبقى فيه 9000 واحد، وهيبقى فيه حاجات تانية، ولا هتمشي إزاي يعني؟ إن شاء الله. أنا كنت بتكلم مع باشمهندس سمير، أحمد سمير، بالنسبة للموضوع ده. احنا بنفكر، احنا طالما اخدنا ال 45000 واحد ليد اوديتور، فاحنا نقدر نعمل ال 9000 واحد من غير ال 19011. خلاص هنبص على المواصفه سريعا، مش هتاخد في ايدنا ساعتين ان شاء الله، وال 14000 واحد كذلك. فاحنا ممكن نعمل الموضوع بالمنظر ده، مش هياخد في ايدنا وقت ومعانا وقت يعني. احنا اوريدي شاريين اشتراك في البرنامج ده لمده شهر، فمعانا 4 ويك اند نعمل فيهم الكلام ده. برضو انا مضطر اعمل الكلام ده في الويك اند بس، لان مواعيدي مش متوافقه مع مواعيدكم. انا بخلص شغل عندي هنا الساعه 5، اللي هي تبقى عندكم حوالي الساعه 11 او 12 بالليل، وببتدي شغلي الساعه 7 الصبح، اللي هو عندكم كام، 12 الظهر. بالظبط. فاللي هو فرق التوقيتات طبعا ملوش حل غير الصبح ان احنا نعمله في الويك اند.
2 الظهر. طيب يعني اللي هو اللي انا بقوله ان التوقيتات مش متوافقه، فاحنا مضطرين نعمله في الويك اند. يعني انتوا عندكم دلوقتي انتوا داخلين تناموا وانا رايح اتغدى، فيعني تمام مضطرين نشتغل ويك اند بس. تمام بالنسبه لل انا عن نفسي للـ 9000 اتغدى معاك. تمام ده بالنسبه لل 9001 يا ابطال محمد. اليو اس كيو اي الاكريديتيشن، الشركه الاكريديتيشن دي بتدي ايه تاني؟ يعني هل يعني ايه ممكن ناخده عن طريق الشركه؟ هبعت لكم الويب سايت بتاعها، في لستة الكورسات كلها اللي هم بيقدموها. هي برضو من الشركات اللي شغاله مارين من زمان قوي، برضو ده ميزه بالنسبه لشون سايسم، بيدوا كورسات المارين كلها، مش الحاجات المانداتوري، لان اغلب الحاجات المانداتوري اللي في امريكا مش متوافقه مع اللي احنا شغالين بيه خالص. انا عارف كوست جارد كلها، امريكا شغاله يو اس سي جي اللي هو يو اس كوست جارد، وقوانين يو اس كوست جارد مختلفه عن قوانين الاي ام او، وامريكا ما بتعرفش بشهادات الاي ام او. يعني انت شخص معاك شهاده اي ام او هتروح تشتغل مارين في امريكا لازم تدرس تاني وتاخد شهادات يو اس كوست جارد من الاول. فانت اللي هينفعك الشهادات اللي هي السيفتي المارين اللي في عندهم. بس هتلاقي الميزه ان الكورسات، لا انا بتكلم في المانجمنت عادي، في نفس بتكلم في المانجمنت والكواليتي في انا نفس كنت واخد من عندهم. انا كنت واخد من عندهم مثلا من حوالي 4 سنين كورس اسمه مارين بروجكت مانجر مثلا. فده البروجكت مانجمنت اللي بياخدوها الناس بتروح تاخد بي ام بي، دي نفس الفكره بتاعت البي ام بي بس متخصصه في المارين. تمام. في مثلا عندهم كورسات تانية زي مثلا سيرتيفايد كواليتي مانجر سي كيو ام، ده مثلا ده الناس اللي هتشتغل في الكواليتي مانجمنت بيديلك فكره عن الثلاثه الايزو المشهورين اللي هو التسعة وال14 وال45 وفكرة عن السكس سيجما. فهو كورس مكثف كده يديلك شهادة واحدة مجمعة ان انت تعرف كل دول. انت مش اوديتور، انت كواليتي مانجر، انت اللي بتدير الجودة برضو علشان مش في كل الشركات. على ستاندرد معين معمولة ولا معمولة ان جنرال ككورس كماتيريال هم محددينه ومسلكتين السبجكت؟ بالظبط كده. هو السبجكت طبعا بيتطور مع تطور الستاندرد. لا هو على الاكواد، يعني السكس سيجما ملهاش كود محدد. السكس سيجما ميثودولوجي فملهاش كود محدد. لا ما ولكن مش هو على الثانيه اللي قبلها الكواليتي مانجر. ما هي بيدي ما هو الشهاده دي السيرتيفايد كواليتي مانجر بيدي لك 9001 و14001 و45001 فكره سريعه عنهم زائد فكره عن السكس سيجما. وبيديك اورنس، شهاده اورنس في الاخر. بيديلك شهاده اسمها سيرتيفايد كواليتي مانجر، هو معتمدك ككواليتي مانجر. ودي شغاله في امريكا بس برضه؟ هي تقريبا شغاله في العالم كله، لان في شركات كتير الكواليتي مانجر هو واحد من المديرين في الشركه، مش لازم يكون كواليتي بروفيشنال، هو عنده اوديتورز وعنده ناس. يعني الشركات الكبيره بتعمل كده، وعايز واحد بيفهم في المانجمنت وبيفهم في الكواليتي، فبيديله فكره. عنده واحد بيفهم كويس جدا في المانجمنت وعنده درايه عاليه بالاندستري بتاعته بس ما عندوش فكره قويه عن الكواليتي، فبيبعت له ياخد الكورس ده ويرجع بس ويرجع سيرتيفايد كواليتي مانجر بس كده، ويمشي في سكه ثانيه غير الاوديتور. تمام. ما هو مش لازم يبقى اوديتور. الكواليتي مانجر غالبا في الشركات الكبيره ما بيبقاش اوديتور خالص. تمام خلاص. عنده ناس شغاله اوديتور. مستنيين اللينك بتاع الشركه نشوف ايه الكورسات اللي بيدوها، وشاكرين جدا المجهود ده. العفو، انت تؤمرني يا باشمهندس. اي خديك. السلام عليكم، هنتواصل تاني بقى على الجروب ان شاء الله. ان شاء الله. الف شكر يا كابتن محمد. الله ينور عليك كابتن محمد. الله يبارك لك يا ابو ربنا يخليك. شكرا. ربنا يعزك. ربنا يعزك. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله خيرا.